بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فقرة حوارية مع نجم الكبير كابتن عادل طعيمة، نجم النادي الأهلي السابق، وأيمن جلبرتو المحلل الفني لقناة النادي الأهلي. هنتكلم النهاردة أكتر عن تأهل النادي الأهلي لنهائي النسخة الأولى من سوبر الأندية الأبطال في الإمارات، وتفاصيل كثيرة عن مباراة النهاردة. كالعادة وبالقضية ممكن، القاتل في الوقت القاتل يتأهل النادي الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في نسخته الأولى بنظامه الجديد، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا المجتهد والمحترم بهدف نظيف. النهاردة الأهلي مش بس فاز على سيراميكا، ولكن فاز على الإجهاد، فاز على ضغط المباريات، فاز على تلاحم البطولات، وكالعادة فاز بفرحة جمهوره، فاز بوجود جمهوره دايما في ظهره. بالمناسبة النهاردة مباراة ما كانتش سهلة، صعوبتها جاية من أنت بتلاقي وتواجه فريق محترم، ولكن على الجانب الآخر ضغوط كبيرة جدا جدا على لاعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني، ان انت تطلع من مشاركه لمشاركه. وده اللي احنا كنا بنحذر منه في هذا البرنامج. الناس قالت لي يا عم اسلام تقعدش تقول بقى اجهاد، والله العظيم ثلاثه اكتر حاجه خطر ضد النادي الاهلي خلال الفتره دي وخلال مباراه يوم الخميس ايضا هي الاجهاد. الخميس الدنيا هتبقى اصعب. النهارده هو ده مستوى النادي الاهلي؟ مستوى النادي الاهلي افضل من كده بكتير، مستوى النادي الاهلي احسن من كده مليون مره، على الرغم من التعب الكبير جدا جدا اللي عمله كل لعيب في مكانه. لكن ان انت تلعب ثلاث مباريات في 8 ايام ضد فرق من كاس العالم الانديه، وتخرج من جده على ابو ظبي عشان تلعب مباراتين مع فرق مريحه بقالها 10 ايام واسبوعين، وعامله لك معسكر فين؟ في الامارات ومن بدري. ولكن عندما تراهن على النادي الاهلي دايما هتكسب. صدقتوني لما قلت لحضراتكم ان الاجهاد خطر كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، والله ما بنقول كده تبرير ولا اي شيء لاي حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا والناس مبسوطه وفرحانه، ولكن الاجهاد خطر كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي والقوام اللي هم القوام الاساسي للمنتخب. حضراتكم دلوقتي لما تشوف الشناوي بيطلب التبديل، حضراتكم الشناوي ده يعني مش آله، مش مكنه. ياسر ابراهيم بيخرج مصاب، ما هو ياسر ابراهيم مش آله، مش مكنه. هنقول ايه عن افريقيا واللي بيحصل في افريقيا؟ وناس طالعه تنتقد اعذار النادي الاهلي اللي فاتت، ان احنا بنقول ان احنا يا جماعه مرهقين تعبانين. تخيل حضراتكم ان في ناس طالعه تعتذر او تنتقد اعتذار النادي الاهلي عن كاس الرابطه. يا ترى حضراتكم صدقتونا ولا ما صدقتوناش؟ اتمنى ان كل واحد يطلع يتكلم، وانا النهارده هتكلم كتير عن كابتن ايمن الرمادي. انا زعلان منك جدا يا كابتن ايمن، انا زعلان من كابتن ايمن الرمادي جدا، اكتر مدرب بنشيد بيه خلال الفتره السابقه والنهارده فنيا يعني، ولكن لم يستطع التحكم في فريقه كابتن ايمن، وهقول ليه دلوقتي. لكن واحد يقول لي قبل ما اروح لكابتن ايمن، يقول لي ده جول فيه توفيق كبير. هقول لك ما هو التوفيق ده مش بيجي غير للمجتهد واللي بيتعب واللي ربنا ادرى بظروفه وتعبه واجتهاده وتمرينه كل يوم وسفره من هنا لهنا 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 عشان يفرح 80 90 مليون اهلاوي. التوفيق بيكون معاك بس لما تستحق ان يبقى في توفيق. التوفيق بيجي للي يستحقه. لعيبه النادي الاهلي تستحق، لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني يستحقوا، 80 90 مليون اهلاوي يستحقوا. اللي ما عجبنيش النهارده مشهد اعتراضات لعيبه سيراميكا كليوباترا على كل صغيره وكبيره اثناء المباراه، والمشهد السيء جدا اللي شفناه بعد طرد محمد ابراهيم كابتن سيراميكا. بالمناسبه محمد من الناس المحترمه جدا. عشان كده انا مستغرب جدا جدا من اللي عمله محمد. يا محمد مش انت، يا كابتن محمد مش انت، انت رجل محترم
مهما كان بعيدا عن الحكم له حق ولا لا، ولكن اسلوب اعتراضك اسلوب مش اسلوب كابتن محمد ابراهيم كابتن نادي سيراميكا كليوباترا. وبعدين اعترضت جوه الملعب وعملت وخليت وسويت، طالع بعد المباراه يا كابتن محمد تشوت الترابيزه وتشوت البتاع، هو احنا بنلعب ده؟ احنا بنلعب في بطوله بره مصر، المفروض ما يكونش ده الشكل اللي احنا بنصدره للفرق بره مصر، للفرق المصريه بره مصر. وعن فريق سيراميكا كليوباترا نفسه في اول ظهور له خارج خارج مصر، محمد لعيب كويس جدا جدا، محدش يقدر يتكلم على محمد فنيا ولا اخلاقيا بالمناسبه، ولكن اللي حصل من محمد ابراهيم النهارده حاجه غريبه جدا. يجب ان يكون هناك سيطره على رد فعلك يا كابتن محمد، لان انت كابتن فريق، ما ينفعش يكون انت اللي بتتصرف بهذا الشكل الغريب. وبعدين يا كابتن محمد ابراهيم لازم ياخد باله من هذه الامور، لانه اللي جاي هيبقى اصعب عليك. وبعدين الكابتن ايمن الرمادي النهارده، وانا من السنه اللي فاتت هذا البرنامج تحديدا بيشيد بكابتن ايمن وبتجربته رغم هبوط اسوان، ودايما بنقول ان هو عنده شيء فني يقدمه مع سيراميكا كليوباترا، ولكن حصل حاجتين اغرب من بعض. الاولى في المباراه او قبل المباراه في المؤتمر الصحفي، يقول لك كابتن ايمن الرمادي وهو من المدربين الكبار اللي ليهم علم، عندهم علم، بيتعلم كويس كابتن ايمن، يقول لك ان النادي الاهلي مش مجهد وعادي يعني، ولما لعب الماتش كان بيلعب على استنزاف الاهلي بدنيا في الشوط الاول عشان يستغل حاله الاجهاد. ما هو انت المفروض كمدرب محترف تكون صريح مع نفسك قبل ما تكون صريح مع الجمهور، ومحدش يدعي بطولة هو مش قدها. وبعدين النقطة الأسوأ بقى بعد المباراة، كيف ترفض أن تهنئ الفريق يا كابتن أيمن؟ ده احنا بنحطك مثل للمدربين المحترمين. كيف ترفض أن تهنئ الفريق الفايز؟ طلع تعترض على التحكيم في المؤتمر الصحفي، أنت حر، ولكن هجيب لحضرتك دلوقتي بعض الأمور التحكيمية اللي جابها لك كابتن ناصر من شوية، ناصر عباس. لان انت لو كلفت نفسك وبصيت على الاستوديوهات التحليليه الاماراتيه، بلاش المصريه الاماراتيه، هتلاقي كل خبراء التحكيم بيقولوا مفيش اي قرار جدلي في المباراه. فتصرفاتك تصرفات غريبه جدا، ان هي تصدر من مدرب انا شخصيا توسمت فيه ان هو يكون مدرب نموذج في الدوري المصري. مش فاهم يا كابتن ايمن وحضرتك معترض على ايه؟ المباراة ما كانش فيها مشاكل التحكيمية، المباراة أنت لعبتك اللي بتخلق فيها المشاكل التحكيمية. أنت بتلعب الأهلي، ما لو بتلعب الأهلي صحيح لو هو فايق. لو فايق بشكل كامل ومش مجهدين. الأهلي وهو فايق كسبك في الدوري وفي السوبر، وهو مش فايق أنا آسف. معرفش النتيجة لو كانت ما كان إيه اللي حصل، لو كان الأهلي فايق. إحنا جايين من أسبوع صعب جدا، جمعة اتنين جمعة وبلعبك الجمعة وبينهم سفر من السعودية للإمارات. أتمنى أن يكون هناك موقف حازم من اتحاد كرة القدم المصري. يجب أن يكون هناك عقوبات واضحة، لأن اللوائح الانضباطية واضحة في هذا الأمر. المنظر اللي احنا شفناه ده مش عايزين نشوفه تاني. أتمنى أن يكون هناك، أنا في انتظار ولن أتكلم أكتر من كده، أنا في انتظار قرارات اتحاد كرة القدم وإيه اللي بيحصل في هذا الأمر. لأنه كابتن ايمن من الشخصيات المحترمه جدا جدا بالمناسبه، انا اعرفه بشكل شخصي وتعاملت معاه، اشتغلنا مع بعض اكتر من سنتين ثلاثه في تحليل بعض المباريات من خمس ست سنين في الدوري المصري. فراجل محترم جدا جدا جدا. ما اعرفش كابتن ايمن ايه اللي حصل لك يا كابتن ايمن. انتقد اداء الاهلي انت حر، انا ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، ولكن ولا حاله جدليه النهارده الحكم اتكلم عنها. بالعكس، ده الناس اتكلمت ان انت عندك اتنين لعيبه كان ممكن جدا جدا ان هم يطردوا. واضح ان انت يعني طبعا بتلاقي النادي الاهلي بعد ما يكون جاي من كاس العالم للانديه. طبعا انا معاك ان انا عايز اكسب النادي الاهلي والكلام ده كله، ولكن ليس بالكلام. اهو اتفضل. هل دي يا كابتن ايمن
ما تاخدش فيها انذار حتى للكابتن رقم 9 احمد ياسر ريان. احمد ياسر مش قصده طبعا، ولكن انا بتكلم في حاجه تانيه. انا مش هتكلم ان هو ياخد احمر، ياخد انذار، ما ياخدش فيها انذار. اللي بعدها يا سمير لو سمحت. عادي يا كابتن مفيش مشكله، كل ده عادي يا كابتن ايمن مفيش مشكله نعديها. عشان خاطر الكابتن ايمن يطلع ويقول انه احنا اتغلبنا النهارده عشان التحكيم وحش. ده كلام يا كابتن ايمن؟ هي يا كابتن تاني واحده يا كابتن احمد، كابتن احمد ياسر ريان. الانذار التاني وطرد. مش ده احمد ياسر ريان ولا انا بقول كلام غلط؟ في ايه يا كابتن ايمن؟ غريب كابتن ايمن النهارده، انا مش عارف الحقيقه. والله يا كابتن ايمن لو لا قدر الله كنا اتغلبنا كنت هطلع اقول لك هايل يا كابتن ايمن، لان انت عملت مباراه رائعه. استغليت الاجهاد اللي موجود في النادي الاهلي وحاولت ان انت تضغط على النادي الاهلي من قدام وتستنزف، انت اللي قلت مش انا. ولكن بهذا الشكل كابتن ايمن من فضلك راجع نفسك، احنا كلنا بنحبك وهنظل نحبك بالمناسبه، ولكن كان واجب ان احنا نقول هذا الكلام، لانه ما يصحش اللي عمله محمد ابراهيم، ما يصحش الكلام اللي حضرتك قلته. ولكن في النهايه لك مطلق الحريه في اتخاذ ما تراه، انا ماليش اي علاقه، ولكن انا طالع اعلق على مدير فني لفريق كبير زي سيراميكا كليوباترا، عامل فريق جيد جدا، وعندهم رئيس نادي محترم جدا، وعلاقتنا بيهم على اعلى مستوى. لا يصح الكلام اللي حصل النهارده. ممكن تكون حاجات فرديه او نرفزت ما بعد المباراه. اتمنى ان الكابتن ايمن اللي معودنا دايما ان هو حتى لو حاسس ان هو اخطا ان هو يعني يعتذر لجمهور الاهلي، والاهلي زعلان جدا يا كابتن ايمن جدا. في حاجات يا كابتن اهو، تعالى يا كابتن، انا ممكن اقعد كده لغايه اخر الحلقه بالمناسبه يا كابتن ايمن، واوري لحضرتك انت لعيبتك عملت ايه بحماسه وبقوه. انا لا اقصد ان هم عندهم قصد ان هم ياذوا حد من لعيبه الاهلي، والله ابدا، ولكن كل ده يا كابتن انذارات اهو. هو انا اللي جايب الصوره ولا هي الصوره كده؟ ما خدش فيها حاجه يا كابتن. اللي زيها معلول خد فيها انذار اهو. بص يا كابتن اهي، واحده اهي، هاتها لي اللي قبلها بقى يا سمير لو سمحت. دي خد فيها انذار، يستحق معلول انذار فيها. معلول يستحق انذار فيها. ولكن اهو هي ولا مش هي يا كابتن ايمن؟ هي ولا مش هي يا كابتن ايمن؟ ما يصحش اللي بيحصل. المباراة كانت مباراة تكتيكيا جيدة، النادي الأهلي كان مجهدا ومرهقا إرهاق كبير جدا. كان ما أعرفش، أنا وجهة نظري كنت أطلع أقول يعني أنا عملت مباراة جيدة وكنت عايز أكسب النادي الأهلي، ولكن الظروف منعت إن أنا أكسب النادي الأهلي. على الرغم من الحكم كان محايد. ومن المفترض إن هو يبقى محايد، ده اللي أنا كنت أتمنى إن أنا أسمعه من كابتن أيمن. جمهور الأهلي زعلان منك جدا يا كابتن أيمن، ولكن أنا متأكد وعارف إن أنت كنت قد تكون انفعالات ما بعد المباراة. أتمنى إن اللي إحنا شفناه ما بعد المباراة سواء من حضرتك أو من فريقك أو من بعض اللاعبين في الفريق إن أنت تطلع تعتذر عنه، لأنه بجد مش دي أخلاق الكابتن أيمن الرمادي ولا دي طريقة الكابتن أيمن الرمادي في التحليل. الكابتن أيمن الرمادي شخص محترم جدا، عمري ما هقول غير كده. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تأهل النادي الأهلي لنهائي سوبر الأندية الأبطال، وهذا التأهل الرائع اللي يستحق مننا كل التحية لهؤلاء الأبطال اللي مموتين نفسهم حرفيا، اللي مموتين نفسهم حرفيا، أبطال النادي الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. رسالتي الأخيرة للاعيبة سيراميكا وسيراميكا كليوباترا ومديرهم الفني المحترم وإدارتهم المحترمة، اللي اكيد اعتقد مش اكيد اعتقد بنسبه كبيره ان هي لن تكون راضيه عن هذه التصرفات، ولكن انتوا فريق جيد وفريق عنده لعيبه كويسه وموهوبين. عندكم مباراه العبوا على الثالث والرابع، العبوا على الثالث، هتلعبوا بيراميدز اللي الحقيقه من 4 5 ايام طالب الملايين الجماهير عن طريق نجمهم كابتن رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ان هم يكونوا متواجدين في المدرجات،
وشفنا اربع افراد كانوا موجودين في المدرجات. ف يعني فريق سيراميكا اعتقد ان هو عنده افضليه، لانه فريق سيراميكا هيكون فريق واخد بطوله وحامل لقب كاس الرابطه. بيراميدز ما عندوش لسه خبره البطولات. بيراميدز ممكن يكون او بعض اللاعبين في بيراميدز عندهم خبره التصريحات فقط، ولكن مفروض نشوف مباراة حلوة تليق بالفريقين الكبيرين، سواء نادي بيراميدز أو نادي سيراميكا، يلعبوا على المركز الثالث والرابع في سوبر الأندية الأبطال. وأرجو إن محدش يقول لي عندي إجهاد، أرجو إن محدش يقول لي إيه أصل أنا عندي إجهاد عشان لعبت في ماتشين في ثلاث أيام. إن شاء الله نشوف مباراة حلوة تليق بالثالث والرابع إن شاء الله في هذه المباراة ما بين نادي سيراميكا كليوباترا هذا الفريق الكبير والمحترم، ونادي بيراميدز هذا الفريق الكبير والمحترم. وصلنا لفقرة حائط صد. حائط صد النهاردة خلاص اتكلمنا عن كابتن أيمن وفريق سيراميكا كليوباترا، ولكن استكمالا للي قلناه امبارح فيما يخص نفس الفقرة، أنا مسميها الاستوديوهات الكوميدية. يعني على فكرة اللي عايز أقوله لحضراتكم إن هي مش مسألة استوديوهات كوميدية وخلاص، مش مسألة الاستوديوهات جوه مصر، ما ممكن في استوديوهات كوميدية تبقى بره مصر برضو. الحقيقة الناس بتواصل إبهار المشاهدين بكلام ليس له علاقة بكرة القدم. أنت بتقول إيه يا عم إسلام؟ يعني مثلا لما حضرتك تعمل استوديو او حلقه تتكلم فيها عن انجاز النادي الاهلي بالحصول على الميداليه البرونزيه الرابعه في تاريخ وفي تاريخ كاس العالم للانديه، المفروض اللي انا افهمه ان انت تجيب ضيوف على مستوى الحدث، ضيوف لهم تاريخ ولهم اسم كبير في الكوره ايا ما كانت انتماءاتهم يعني، ولكن تستضيف شخصين تاريخهم في كره القدم ما فيهوش حتى بطوله دوري، مش هقول لك افريقي، مفيش بطوله دوري، تاريخهم الاثنين مع بعض ما يجيش بطوله دوري، وبينتموا لنادي غير الاهلي وبتسالهم رايهم في كاس العالم للانديه، هو حد عدى من قدام كاس العالم انديه غير النادي الاهلي او اللعيبه الكبار اللي بيلعبوا في انديه كبيره زي نادي الزمالك؟ يعني على الاقل شافوا. طب ناس ما تعرفش حاجه عن كاس العالم للانديه جايبهم بتسالهم في ايه؟ يعني حاجة غريبة جدا، ولا لعبوا دولي ولا لعبوا في النادي الأهلي ولا تاريخهم في بطولات. ممكن تلاقيهم لعبوا في نادي كبير مثلا موسم موسمين ويقول لك أنا بحب النادي وبعشق النادي والكلام ده كله. لو دورت وراهم في مراكز فريقهم يعني في المواسم هتلاقيهم ولا بطولة ولا وصيف ولا أي حاجة خالص. طب وبعدين؟ هي القنوات دي مش واخده بالها من اللي بيحصل في برمجها. انا لما اجيب حد بينتمي لنادي كبير يقدر يتكلم عن الحدث اللي هو سمع عنه برضه بس ما شافوش. هتقول لي انت انا بقى انا راجل لعبت في كاس عالم للانديه، انا اسلام يعني عشان بس انا عارف ان هتطلع تقول كلمتين كده وكلمتين كده. فيعني الناس دي ما حدش بيتفرج عليهم يا جماعه، ومحدش يتفرج عليهم من فضل حضراتكم. من فضل حضراتكم محدش يتفرج على الناس دي. الاهلي مش مستني شهاده من حد، واحد والله ما خد دوري، والله ما يعرف يعني ايه دوري، يطلع يتكلم عن النادي الاهلي ويقول لك تالت ده مش عارف ايه والكلام اللي بيتقال ده. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. معلش خلينا نطلع بره الحائط صد دلوقتي خمس دقايق ونرجع مرة تانية، لأنه معايا النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، افهم منه برضو من وجهه نظره الناحيه الفنيه لهذه المباراه وكيف راى من الناحيه الفنيه هذه المباراه. كابتن ربيع ازي حضرتك ومبروك تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. يا كابتن اسلام اهلا بحضرتك، وانا كنت معاك قلت لك هنرجعوا بالبرونزيه. اه والله يا كابتن ربيع انت حضرتك اتفضل.
كابتن اسلام ما تتعبش نفسك، ما حدش بيتفرج على القنوات دي خلي بالك. والله يا كابتن والله ما حدش بيتفرج عليها، يعني دول ما لهمش لازمه، دول حاقدين. اه والله حاقدين. دول انسان مرضى مرضى عشان بيتكلموا على الكبير، كبير افريقيا وكبير العرب. صحيح. بفضل الله ثم نتائجه وعلى وكفاح واخلاص. الناس لما تعمل حاجه كويسه نسقف لها. ده مش سهل في ريال مدريد وبرشلونه لما الاهلي النهارده بطل افريقيا. حياتك وزعيم افريقيا لازم الناس تسقف له. لان بيشتغل وبيسعد الناس يا كابتن، ما بيضيعش وقت. وبعدين يرجع يقول لك اصله يعني بتساله مين اللي بيعمل الناس تسال مين اللي بيعمل التعصب؟ ما هو مثل هذه البرامج ومثل هذه نوعيات. الاشخاص نوعيات. أيوه. برافو عليك كابتن. صح صح نوعيات يا كابتن اسلام، فما تتعبش نفسك. صح. الكبير كبير، احنا بنبص للبطولات، احنا ارقامنا في فضل الله تعالى. تقول النادي ده ماشي ازاي وبيكسب ازاي؟ طب حضرتك الناس مخلصه ماتش يوم الجمعه يا كابتن اسلام ومسافرين السبت، وحضرتك قلت لي يا اسلام مش هيبقوا قادرين، بس هنكسب الماتش ان شاء الله بفضل الله، عشان في دوافع دايما للنادي الاهلي كده، كل يوم في دوافع، كل صحيح. دقيقه في دوافع. صحيح. اسبوع شهر في دوافع، هي هو ده تيم اللي بصرف. صحيح. خاصه ربنا سبحانه وتعالى بيديها للناس اللي بتتعب وتجتهد وتشتغل وفي صمت وعاوزة تمثل الكيان احسن تمثيل. كل جيل بيجي عاوز يمثل الكيان، عاوز يبسط الجمهور. صحيح. عاوز هو ده. فهدفنا جميعا هو الحب والترابط والابداع عشان نحقق البطولات يا كابتن اسلام. صح. النهارده انت لعبت الجمعه يا كابتن اسلام، السبت كنت مسافر، تمرينه واحده، والفرقه اللي بتلعبك النهارده ست سبع تمارين. معلش يا كابتن ربيع، معلش انا وسؤالي هيكون واضح، هل بالفعل لا يعاني؟ وبجد يا كابتن لو عندك حاجه تانية قولها حضرتك، قولها، ما احنا ما بنقولش حاجه، لكن هل بالفعل لا يعاني النادي الاهلي من الاجهاد؟ يعاني يا كابتن، كتر خيرهم. كتر خيرهم. ده علميا يا كابتن، حضرتك استاذنا في الكلام ده علميا، يعني علميا الموضوع. ادي واحد، المدرسه البرازيليه ادي اثنين، المدرسه اليابانيه يا كابتن، دي مدارس مختلفة ولعبة مختلفة وأفكار مختلفة وعقول مختلفة وقدرات مختلفة. صحيح. ومع ذلك جيت النهاردة بفضل الله تعالى والحمد لله. أنا من وجهة نظري فنية والله العظيم ماتش النهاردة من أمتع الماتشات اللي اتفرجت عليها وشفتها دلوقتي. ضيعنا كام هدف يا كابتن النهاردة 100%؟ بالورقة والقلم. أربعة تقريبا. الشوط الأول بص 100% احسبهم بالورقة الشوط الأول كان ماشي إزاي؟ بفضل الله سيطرة، تحرك، خد بالك، ناس فايقه كويسه، عملوا استشفاء كويس، روح جديده، دوافع جديده اسمها سوبر رقم 14 ان شاء الله. سوبر رقم 14. انت بتتكلم يا كابتن اسلام، مين يقدر يتكلم على النهارده البرامج مع فرقه النسخه ال 20 بتوصل 16 مره بتاخد 13، اكثر فريق في الدنيا واخد السوبر يا المصري. السوبر يا كابتن اسلام، مين واخد ذلك السوبر؟ محدش. احنا ارقام يا كابتن، كل بطوله ارقام، الناس بتتكلم ايه ده حقد وسواد ومرض. انت تسقف للناس اللي بتتعب، تسقف للناس الطيبه المحترمه، احنا عمرنا ما بنغلط، ولما بيطلع اي فريق منافس يا كابتن اسلام بيكسب نقول لهم مبروك. اول واحد حضرتك بتطلع معانا، ولو مهما كان اسم النادي بتطلع تقول بتبارك على الهوا. طبعا طبعا يا اسلام، انت عمرك ما غلطت عمر حد ولا قناه ولا اي حاجه، احنا بالعكس. فده اللي اقصده، النهارده كان مباراه والله العظيم من احلى المباريات الممتعه ان انا استمتعت بيها، كان ناقص بس هدف يجي بدري بس. صح. الدنيا تفتح مع فريق مريح، مع فريق وصل بدري، مع فريق يملك القدرات، مع فريق معسكر، مع فريق برضه اللي انا بيؤخذ على فريق سيراميكا يا كابتن، واحترامي الغل برضه والضرب والاعتراض الكتير، ما تلعبوا كوره في ايه بس؟ هو ده. انما اللعيبه كانوا رجاله، استريحت النهارده كهربا، فين الشحات؟ خد بالك معلول خرج برضه النهارده عشان برضه كنت خايف عليه، عندك مروان مريحه النهارده عملت دور كويس كان رائع وكان هدف، فكانوا رجاله وعملوا اللي عليهم وحاولوا، ولحد اخر لحظه النهارده امام عاشور بيصنع هدف بفضل الله تعالى، ثم مجهوده وفكره ومهارته دي حقيقه، ومشارك فيه كل اللعيبه، هدف ده مشارك فيه كل اللعيبه من اول ما طلعت الكوره من عند مصطفى شوبير. فالقصود يا كابتن اسلام النهارده النادي الاهلي اللي احنا عاوزينه خدناه بفضل الله تعالى، مجهود، فنيات، شغل، جوانب كتيره جدا كانت موجوده فنيا على اعلى مستوى، يكفي روح اللعيبه، يكفي النهارده بص ياسر مش قادر عاوز يكمل. صح. قالك كله في في لعيبه يا كابتن والله مش قادره وعاوزه تكمل، انت عاوزين اكتر من كده يا جماعه، كل يومين مباراه، ده بطوله جديده بدوافع كبيره، هتلاقوها فين غير في النادي الاهلي؟ مدرسه الاهلي دايما مفتوحه لكل البطولات، كل الدوافع، اللي عاوز بفضل الله تعالى يتعلم، احنا ما بنقولش عشان اهلاويه يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم بما يرضي الله، فعز الله والله
بعدل الله والله. فمدرسه الاهلي دايما مفتوحه لاسعاد الجميع، مفتوحه لاسعاد جمهور، للحفاظ على اسم الكيان، للاداره، للجهاز الفني، هي دي مدرسه النادي الاهلي. فمبروك النهارده، وان شاء الله نتوج بمشيئه الله وتوفيقه ان شاء الله تعالى مع بيوت شرق البطوله ال 14 بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. اللي جاي ايه يا كابتن ربيع؟ المباراه اللي جايه يعني هتبقى لعبت جمعه، اثنين جمعه، اثنين خميس. خميس الماتش الجاي ان شاء الله تعالى. انا عندنا النهارده عندنا ثلاث واربع بامر الله تعالى، لعيبه اتعودت خلاص، هترجع بامر الله. موضوع التطوير ده عندك بعد ان اللعيبه استريحت ان شاء الله تعالى، نبتدي بامر الله تعالى ان شاء الله بالدوافع الجديده وبالنهائي والبطوله رقم 14 وبالجماهير اللي تبقى موجوده دي بفضل الله طبعا قبل اي حاجه، ثم اللعيبه وقدراتها الفنيه هتحسم ان شاء الله المباراه وهتحسم البطوله باذن الله ويسعدونا، لان يعني لعيبه رجاله بتلعب بروح الفانلة الحمراء، روح الفانلة الحمراء رقم واحد عندهم بصرف النظر، واي حد يلعب واي حد يبقى موجود واي حد، كلنا بنحاول نحافظ على الكيان. فربنا ان شاء الله باذن الله تعالى هيكرمهم ويعملوا ماتش كويس باذن الله تعالى. انا اعتقد ان ماتش يوتشر باذن الله هيبقى افضل واحسن من ماتش النهارده بكتير ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. انا بشكرك جدا يا كابتن ربيع، ويعني اعذرني شويه على الانفعال، وطبعا يعني حضرتك منفعل، كلنا منفعلين الحقيقه، لانه ما يحدث مع النادي الاهلي فرحه كبيره جدا جدا. فانا بشكر حضرتك دائما وبنستمتع بوجودك معانا حتى لو على التليفون. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ربيع ياسين. مره ثانيه اعذرونا يا جماعه والله، لانه احنا فعلا النادي الاهلي بيبقى محطوط دائما تحت ضغوط كبيره جدا جدا. تخيل حضرتك النهارده لو لا قدر الله كنت اتغلبت، تخيل حضرتك النهارده كنت رحت لركلات الترجيح ولا قدر الله خسرت، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتقول ايه انت كجمهور؟ كنت هتقول ايه على فريق والله هذا الفريق يستحق، كل واحد فيهم يستحق تمثال والله، لانهم لعيبه رجاله ومموتين نفسهم، وانا عارف اللي بيحصل معاهم. بيعملوا كده ليه؟ عشان خاطر جمهورهم، عشان خاطر جمهورهم يبقى سعيد ومبسوط. ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الخميس اللي جاي الساعه 7 برضه، ونستطيع ان نفوز بهذه البطوله في ظل هذه الحاله الصعبه جدا جدا من الإجهاد الكبير جدا جدا. قول زي ما تقول، واللي عايز يقول حاجة يقولها، ولكن الإجهاد واضح واضح. أرجع مرة تانية للكوميديا وللاستوديوهات الكوميدية، وزي ما قلت لحضراتكم محدش يرجع يسأل بعد كده هو مين اللي بيعمل التعصب، مثل هذه الاستوديوهات هي اللي بتعمل التعصب. هتقولي أنت بترد ليه؟ هقولك أنا برد ليه، لأنه أنا النادي الأهلي مش أنا بتكلم، ان ما ينفعش ما يصحش. انا كنت متخيل ان الناس دي هتطلع تتكلم تشكر النادي الاهلي على تمثيله الرائع والجيد في كاس العالم للانديه، ازاي عملتوا كده عشان نقدر نعمل زيكم؟ وجهه نظري يعني، انا لو ما بشجعش النادي الاهلي كنت هطلع في استوديوهات اقول كده، اقول يا جماعه عايزين نشوف النادي الاهلي ده بيعمل ايه عشان نعمل زيه، عشان نقدر ناخد ثالث عالم. اتكلمنا هنا 100 مره قبل كده عن اهميه ضبط الاداء الاعلامي، ولكن للاسف في ناس عايشها من الالف للياء من صناعه التعصب والكوميديا. عايز تبقى كوميدي؟ اهلا وسهلا. اعمل افلام. روح اعمل افلام او اعمل كوميديا على التيك توك مثلا. لكن ما تتكلمش في الكوره. ما تتكلموش في الكوره، مين اللي بيتكلم عن كاس العالم؟ انت بتتكلم عن كاس العالم، انت تعرف يعني ايه كاس عالم عشان تتكلم عنه؟ ما تعرفش يعني ايه كاس عالم. حبيبي يعني ما تعرفش يعني ايه كاس عالم، بس هو ده اللي انا هقدر اقوله في هذا الامر. فطالما ما تعرفش يعني ايه كاس عالم، اسكت، اقفل بقك، ما تتكلمش عن النادي الاهلي ابدا. خلينا نطلع نشوف كولر ماذا قال في المؤتمر الصحفي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. Ja, also Karabat jetzt, der hat ja... Karabat lebt تقريبا كل ماتشات في كاس العالم، طبعا كان عليه حمل كبير جدا، فانا كان لازم اريحه النهارده، وده حال لعيبه كتير، بس في نفس الوقت ما كنتش هينفع ان انا اغير تغييرات كتيره تهز شكل الفرقه او قوام الفريق. حاولت قدر الامكان ان انا اريح بعض اللعيبه بعد ماتش شديد زي النهارده او شدته عاليه زي النهارده. هيبقى كمان في بعض اللعيبه تانية لازم اشوف، لان في لعيبه بدات انها توصل لمرحله من الحمل البدني عالي جدا، فلازم اشوف مين هيبقى جاهز كمان ثلاث ايام. في خلال الثلاث ايام الجايين هقدر اعرف مين هيبقى جاهز. اتمنى طبعا، عارف ان ده ماتش نهائي، فهيبقى كل اللعيبه عايزه تشارك، كل لعيبه هتموت نفسها عشان تبقى موجوده، لكن في الاخر هيبقى قراري ان انا اشوف مين اللعيبه اللي هتقدر انها في الثلاث ايام الجايين
بدنيا تبقى واقف على رجليها، تبقى فريش، تبقى فيت، تقدر انها تأدي كويس الماتش الجاي وتقدر تساعدني الماتش الجاي. ده هيبان في خلال الثلاث ايام الجايين ان شاء الله. بالنسبه للشناوي يعني لازم الاول ان احنا يعني هو حاسس بحاجه فاحنا خرجناه عشان نحميه، لكن لازم الاول نعمل اشعه عشان نقدر نحدد فعلا ايه الموضوع بالظبط. دلوقتي ما اقدرش اعرف ايه، هل في اصابه، هل هيلحق الماتش الجاي، مش هيلحق الماتش الجاي، كل ده ما اقدرش اعرفه دلوقتي. بعد الاشعه نقدر ان احنا نقيم الوضع ونقول ان هو هيقدر ولا مش هيقدر. كمدرب لازم تكون مجهز كل السيناريوهات. يعني انا كنت محضر نفسي في اواخر المباراه قبل الماتش اصلا، كنت محضر نفسي لو وصلنا كده مين اللي هيعمل ايه. في اخر المباراه بدات احضر نفسي، بس في نفس الوقت كنت بتمنى ان الجون يدخل قبل ما الحكم يصفر عشان خاطر نستريح الضغط العصبي بتاع ضربات الجزاء. كنت عايز ان احنا ما نلعبوش، لكن كنت مجهز نفسي وكنت مستعد كمان ان اول ما الحكم يصفر وكانت 0-0 هتكلم عليه واشوف مين حالته يقدر مين من يعني انت بتحط كذا حد، بس لازم تشوف برضه حاله اللعيبه بدنيا، مين قادر مين عايز مين مش هيقدر، ونتكلم مع اللعيبه ونقرر. لكن كنت محضر نفسي، لكن في نفس الوقت كنت عندي ثقه ان احنا ان شاء الله ممكن نخلص اخر دقيقه. Immer ist so, dass wir klar natürlich aus dieser Position, wo er spielt, da verlangen wir immer wieder diese Läufe in die Tiefe. الميزة كمان إن إمام بيلعب كان في الشوط ده، وده عموما يعني اللعيب بيلعب ناحية المدرب على الخط اللي ناحيته بيبقى أقرب للتعليمات، فبتقدر إن أنت كتير تكلمه وتقدر توجهه وهو بيطلع يقرب لك ياخد منك حاجات، بالذات بالنسبة للتحركات اللي هو كان بيتحركها. كان في حاجة بس كان في حاجة تكتيكية فعلا كنا بنتكلم فيها. يعني هي فعلا مشكلة المنتاليتي مختلفه عن المنتاليتي في اوروبا تماما، عقليه مختلفه تماما، وانا ما كنتش اعرف كده قبل ما اجي. بس احنا بقى لنا دلوقتي سنه واربع شهور مع بعض، في حاجات كتير اتحسنت، في حاجات كتير اتطورت، لكن في المجمل في مشكله. في مشكله بتظهر دايما عند بعض الماتشات اللي اللاعب ممكن يكون بيستسهلها شويه. لكن في عنصر تاني مهم، انا طبعا كمدرب بشتغل مع اللعيبه كتير انا والجهاز وكده عشان خاطر اقدر ان انا اجدد دوافع اللعيبه، اقدر ان انا اشعل حماسهم اخليهم يدوا اكتر في بعض الماتشات. لكن في عنصر كمان مهم، ان اللاعب لازم من نفسه كمان ان هو يساعد نفسه ان هو يجدد دوافعه. في جزء على اللاعب مش بس يستنى دور المدير الفني ودور المترجم الكبير معايا اللي بيحاول ان هو يساعد في الادوار دي، لكن اللاعب عليه جزء. لكن برضه في نفس الوقت مع شده الماتشات وكثره الماتشات اللي اللعيبه دي بتتعرض لها، انا متفاهم جدا ان ده طبيعي، ان ممكن يحصل ان اللاعب مع كثره الماتشات واختلاف البطولات وتنوع مستوياتها ومع السفر الكتير جدا، ان ممكن في النص اللاعب يبدا يتعب ذهنيا. وعلى فكره التعب الذهني اسوأ من التعب البدني، فيبدا تركيزه يقل شويه، يبدا دفعه تقل شويه. بيحتاج ده منك جهد كمدير فني اكبر بكتير، ان انت ترجع دوافع اللعيبه في ماتشات تبقى انت جاي من ليفل عالي جدا وبعدين تروح رايح ليفل اقل شويه او مش اقل. اللعيب عارفه يعني ما بروح كاس العالم بروح بطولات كبيره، اللاعب لسه مش عارف المنافس، مش عارف لعيبه المنافس كويس، فبيبقى محترمه اكتر، فبيبقى حذر اكتر، بيسمع كلام اكتر، فبيأدي اكتر ما عنده. لكن لما بيلعب ضد فرقه هو عارف اللعيبه المنافسه كويس، لعب ضدها، لعب معاها، عارفها، فبيبدا ان هو يقل سنه، فبنبدا ان احنا نحاول نشتغل عليه. فعلا الموضوع متعب لكن بيجيب نتيجه، اللعيبه بتتحسن كتير، النقطه دي بدات تتغير كتير في الفرقه معانا. لكن دي عقلية مختلفة وبنحاول نشتغل عليها وإن شاء الله القادم أفضل يا رب. Peitschen anfeuern, dass sie versuchen an ihr Limit zu gehen und dementsprechend. طيب كلام حقيقة محترم جدا من مارسيل كولر. هنقيم هذا الكلام، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن تقييمنا لهذا الكلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وصلنا لفقرتنا الثانيه بالعقل. زي ما قلت لحضراتكم هنقيم الكلام الحقيقه اللي مارسيل كولر قاله النهارده، لان هو بطل بالعقل النهارده. مارسيل كولر المدير الفني طبعا اللي قال كلامه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. لما تبص على هذا الرجل هتعرف قد ايه هو بيتكلم بعقله. الراجل ده قال ان التوفيق كان حليفنا في هذه المباراه على الرغم من ان احنا خلقنا فرص كتيره. المنافس صنع فرصتين على سيراميكا كليوباترا بس المنافس ما سجلش، احنا سجلنا كل الفرص اللي اتيحت لينا، اللي هو الكره اللي جت لنا جبناها جول. اتكلم بكل وضوح وقال إن بعض اللاعبين ممكن يحسوا إن في مباريات سهلة، عشان كده دايما لازم نحفزهم ونجدد الدوافع عندهم. اتكلم كمان إنه بيحترم جميع المنافسين
وان المباراه النهائيه هتكون صعبه جدا، لان فيوتشر فريق قوي وفاز على فريق قوي زي بيراميدز وعنده جماهير، يعني هم قالش دي انا اللي بقولها ولا بلاش دي، واكيد انا دي بقى الباقي هكمله، واكيد بقى عنده طموح ايضا يحقق هذه البطوله. هنا بيتكلم على فيوتشر ايضا، كان واضح ان هو بيتكلم عن الاصابات، قال ان كهربا لعب كل الماتشات في كاس العالم وكان لازم يستريح، وقال ايضا ان هو خرج الشناوي وياسر ابراهيم بمجرد ما اشتكوا علشان الاصابه ما تتفاقمش او تزيد عليهم، سواء بيقدروا يلعبوا في المباراه النهائيه او حتى بعد كده لمنتخب مصر. النقطه بقى اللي عايز اقف عندها، لما كولر نفسه قال سوف انتظر لاعرف من يحتاج الراحه من اللاعبين، لانه بالتاكيد الحمل البدني اصبح عالي جدا جدا جدا، ان انا العب جمعه اتنين جمعه اتنين وبعدين خميس، يعني في اقل من 13 يوم انا لاعب خمس مباريات. في النهائي كل اللاعبين يريدون المشاركه، ولكن القرار سيتضح بعد 3 ايام. وهنا بيني وبينكم تعليقي بقى، ان يعني الله يكون في عون اي مدرب اجنبي بيجي يدرب النادي الاهلي، لانه بيشوف في مصر اللي عمره ما شافه من الناحيه الرياضيه. ما شافش الناحيه الرياضيه غير منظمه بهذا الشكل غير اوروبا مثلا. تلحم مواسم وتضارب مواعيد وضغط مباريات بشكل مبالغ فيه. ما هو تقول لك اصل زي اوروبا، اوروبا يا جماعه ما حدش يقارن مصر باوروبا او افريقيا باوروبا او اسيا باوروبا. العادي في مصر ضغط المباريات اصبح كده. العادي ان مصر عندنا هنا بقت المباريات مضغوطه دايما. ولما تيجي تبص على الكاف، اللخبطه اللي بيعملها بمواعيد بطولاته اللي بتحصل فجاه زي الدوري الافريقي اللي حصل ده. بالتالي مفيش اي مدرب يقدر يظبط نفسه من الاخر، يعني يظبط نفسه. لانه هناك احمال تدريبيه وهناك امور بدنيه وهناك امور نفسيه وهناك امور ذهنيه، في حاجات كتيره جدا المدرب بيشتغل عليها على فكره، هو ما بيشتغلش على الملعب فقط، ولكن هو بيشتغل على امور كثيره جدا. هل في مدرب اجنبي يستطيع ان يواجه كل هذه العشوائيه في تضارب المواعيد في افريقيا سواء من الكاف او من الاتحاد المصري؟ ده يبقى مدرب بطل. عشان كده انا حابب ان انا اشيد بهذا المدير الفني مارسيل كولر. وهو بالمناسبة بيحترم الإعلام جدا رغم تكرار بعض الأسئلة، ولكن بيجاوب عليه سواء عن التبديلات أو عن نقط أخرى يعني. لكن مارسيل كولر شخصية محترمة وبيحترم الإعلام، عمره ما يقول لصحفي كلمة فيها تجاوز بقدر الله كده ولا كده، ولكن للأسف في مدربين تانيين بيتهوروا بيقولوا كلام مش من عادتهم، حاجات غريبة جدا. معرفش يعني، معرفش يعني هل في مدرب يقدر يطلع، يعني هل ممكن مثلا لو كولر قال لمدرب او قال لصحفي انت صحفي مأجور، هل الموضوع يعدي عادي؟ معرفش. اتمنى ان يكون هناك ردود افعال قويه على مثل هذه الامور، لانه صوره كره القدم المصريه امام الاشقاء، بس في العالم كله مش الاشقاء بس، يعني احنا رايحين في حته صعبه جدا جدا جدا. عموما ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في المباراه القادمه. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف اخر الاخبار على الساحه المحليه والعالميه، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمه والمحلل الفني ايمن جلبرتو. تأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد في مباراة درامية مثيرة، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. شهدت المباراة ندية وإثارة بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. أثبتت الأشعة التي أجراها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر إصابته بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وبالتالي يغيب عن المشاركة في بطولة السوبر المصري للأبطال التي تقام حاليا بالعاصمة الإماراتية. ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق مدة غياب اللاعب
وفترة العلاج. يعود إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادما من البرتغال بعدما قضى في بلاده إجازة قصيرة قبل بدء المعسكر الاستعدادي يوم 2 يناير المقبل بالقاهرة، والذي سيتخلله مواجهة ودية أخيرة أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير على أن تتوجه بعثة الفراعنة إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان أحد يومي 8 أو 9 يناير المقبل. ويعود فيتوريا إلى القاهرة وفي جعبته القوام الرئيسي للقائمة النهائية التي سيقود بها الفراعنة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق على ملاعب الأفيال كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024. بدأ العد التنازلي لحفل افتتاح النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار والتي يشارك فيها 24 منتخبا. ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فيديو عن حفلات افتتاح البطولة عبر تاريخها تحت عنوان الكل يسعى لإبراز ثقافة وتقاليد بلده. يلتقي في 7 من مساء غد المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظيره الإماراتي في أولى مباريات الفراعنة بدور المجموعات في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتى 3 يناير المقبل على مجمع صلاة استاد القاهرة الدولي. شهدت القيمة التسويقية للدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ارتفاعا كبيرا بعد التحديثات الأخيرة في أسعار اللاعبين خلال شهر ديسمبر الجاري 2023. وارتفعت القيمة التسويقية لمرموش بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي نحو 7 ملايين يورو لتصبح 15 مليون يورو بدلا من 8 ملايين يورو في أكتوبر الماضي. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من التواصل لاتفاق مع ريفر بليت الأرجنتيني لضم لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيشيفيري بقيمة 15 مليون جنيه استرليني. وقالت صحيفة تيليغراف الإنجليزية إن المناقشات مستمرة حول إيشيفيري ولم يتوصل السيتي بعد لاتفاق بشأن لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 17 عاما، لكن من المتوقع أن يتم إرساله مباشرة على سبيل الإعارة إذا تم التوصل إلى اتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم مناقشة رسوم تبلغ حوالي 15 أو 18 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة بعد التألق الكبير للاعب مع منتخب الأرجنتين للشباب في كأس العالم الماضية. تصدر جود بالينغهام نجم ريال مدريد الإسباني قائمة أغلى اللاعبين كقيمة تسويقية في صفوف الفريق الملكي في الفترة الحالية، وأيضا صدارة الأعلى عالميا بقيمة 180 مليون يورو، ويأتي بعده البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الثاني بقيمة 150 مليون يورو، يليه الثنائي رودريجو وفالفيردي حيث تبلغ قيمة كل منهما 100 مليون يورو. يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب ديبورتيفو ألافيس وتألق اللاعب اللافت خلال الفترة الماضية. ووفقا لشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية فإن ريال مدريد ينوي تجديد عقد فاسكيز لمدة موسم آخر حيث ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازيك كابتن؟ كابتن اسلام ازيك؟ شرف ومنور. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، نبارك يوم الخميس اكتر ان شاء الله. ازيك يا ايمن؟ ده كابتن، مبارك يا حبيبي. الحمد لله كله تمام. الله يبارك فيك ونكملها ان شاء الله على خير يوم الخميس باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، اعرف وجهه نظرك في الماتش النهارده الاول بشكل عام. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه لازم نبارك بالبرونزيه، وكان ممكن جدا نبقى الفضية أو الذهبية لولا فعل فاعل في ماتش برازيلي فلومينينس، ضربتين جزاء، مش عايز أقول ثلاثة، حالتين طرد، فكان من حقنا إن احنا ناخد على الأقل ضرب جزاء من الاثنين أو من الثلاثة، وحالتين طرد. الراجل في نص الملعب اسمه
مارتينيلي مارتينيلي واخد انذار وعمل واحده تانية بالكوع كان مفروض كارت تاني وعدت وعدت وطبعا ضربه جزاء ما نازله على كل التليفونات يعني واضحه حاجه يعني راجل كانه اتوبيس ضرب كهرباء يعني حاجه مش ممكن يعني فانما الحمد لله خدنا البرونزيه و ودي حاجه بقت طبيعيه بالنسبه لنا كنادي اهلي وان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لماتش النهارده لازم الاول اشيد باداره الناديين على المستوى كابتن الخطيب و ابو العنين ابو العنين لان طبعا المستويات دي مستويات كبيره مش عايزين نخوض في لما يكون مدير فني ويطلع يقول كلام غير مسؤول والكلام الغير مسؤول ده طبعا يعني بيزيد التعصب بيزيد الـ الـ الكراهيه كره القدم ما فيهاش لا كراهيه ولا فيها انت مش عايز اعترف ان هو اخطا ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي كانت واضحه جدا ان ما فيش سيطره على اللعيبه من اول دقيقه العنف كان موجود نعم وحالات طرد كانت تبقى موجوده وارده جدا وكان الحكم بيتغاضى عن كل الفاولات الشديده جدا اللي لفت نظري وبحيي جدا كولر واللعيبه التزام فوق العاده على الرغم من كل العنف اللي تعرضوا ليه في المباراه ومع ذلك لا في حد راح يعترض ولا حد شوح ولا حد حتى لما يبقى ليك فاول ما بتقومش حتى يعني مجرد انك تدافع عن نفسك كل واحد ملتزم بقانون اللعبه اللعب النظيف الجانب الفني طبعا كان احنا مسيطرين على المباراه من اولها لاخرها بتلعب اختراقات من الاطراف من الظاهرين بتعمل اختراقات من العمق بتعمل تسديد بتعمل انفرادات وشفنا اكتر من انفراد النقطه السلبيه بس اللي انا شايفها مثلا طاهر او امام عاشور الكره مش محتاجه كل العنف ده والجول فاضي يعني في طاهر انفراد المفروض ان انا بحطها فوق الجول بمنتهى البساطه وبعدين في اتنين تانيين بتعزم وشوط جامد طبعا في بيرسيتاو كره لعبت له جوه 18 يعني المفروض بيرسيتاو في الحالات اللي زي دي لازم اشيلها من فوق الجول الجول بيبقى داخل وعامل عمليه فرشه كده على الارض انا المفروض في الوقت ده ما العبهالوش بس مجرد ان انا اخدها من تحت يعني يا ريت نتفرج على ميسي كده وهو يعني بيأدي الحاجات اللي هي الرائعه ديت الاختراقات من الاطراف اختراقات من العمق تسديد مأديين جيم على اعلى مستوى الشوط الاولاني والشوط الثاني على الرغم من كل العنف اللي تعرضوا له وطبعا زي ما تفضلت 13 يوم بتلعب خمس مباريات ابطال اليابان ابطال اسيا ابطال البرازيل ابطال السعوديه يعني ماتشات عاليه جدا قويه جدا وامام جماهير كبيره جدا صحيح بتحملك مسؤوليه ومع ذلك الالتزام الفني بتبدا من تحت الحاجه الثانيه برضو اللي انا بحيي عليها مدرب الحراس وهي ان لما بيتضغط عليك بكثافه بتضرب الكثافه ديت انك انت بتروح لعبها لهاني او بتلعبها لعلي معلول فطبعا انت بتضرب التكتل ده انك انت بتضرب المقدمه ديت بالشكل ده الفرص اللي ضاعت مننا كثيره جدا النهارده لكن لابد ان احنا نحيي الجهاز الفني واللعيبه والجهاز الاداري ونشيد بخالد المرتجي كان قافل على اللعيبه بشكل رائع وكان في حزم ما فيش شك ان اداره الناديين على اعلى مستوى من العلاقات وزي ما تفضلت الاخ ايمن النهارده انا كابتن ايمن راجل محترم جدا يعني ما ممكن يكون بس بعد الماتش متنرفز ما ينفعش يا كابتن انا احنا بنشتغل في مهنه بقالنا 50 سنه انا استحاله اكون شاحن اللعيبه بالطريقه دي واستحاله ان انا اطلع بعد المباراه اقول كلام غير مسؤول انت بتتهم الحكم زي ما انت حضرتك تفضلت لجنه الحكام واتحاد الكوره ده في الاخ بسام طالع بيتهكم على التحكيم النادي الاهلي لما واحد بس مش بيفتح بقه مجرد ان هو بيشاور بايديه بتلاقي الايقافات خمس ست ماتشات وغرامه مليون جنيه والحاجات دي الناس كلها في كل كوره الفرقه كلها رايحه له اللائحه بتقول ايه يا كابتن ده مجرد ان اتنين لعيبه يروحوا للحكم بياخدوا غرامات وبياخدوا ايقافات
اللي احنا شفناه النهارده على ارض الامارات ما ينفعش ابدا انت بتسيء لسمعه الكره المصريه بالشكل ده. سنرى ما سيحدث. محمد ابراهيم عمل ايه كمان يا كابتن وخارج؟ شاط الفار. وبقى الناس المسؤولين عن الامن بيتفرجوا مش مصدقين. لان لو في الدوري الاماراتي حد عمل الكلام ده طبعا انا متاكد ان سيتم اتخاذ عقوبات كبيره جدا عن هذه الامور. لان ولابد عقاب على اللعيبه اللي هي تهكمت على الحكم اللي هو كان معاهم طول المباراه. وبعدين برضو المدير الفني لازم يبقى هناك عقاب وعقاب رادع. لان انا مفروض لما اخسر اقول ان انا قصرت في عملي او ان انا ما وفقتش انما مرميش على مواقف تانية. ايمن. يعني انا اكد على كلام كابتن عادل، فكره ادائنا فنيا كان على اعلى مستوى. طبعا لازم الناس تدي بعض العذر، يعني طبعا عارفين احنا في النادي الاهلي ما عندناش اعذار، وفي النادي الاهلي دايما ما فيش مساحه لاي مبررات، ولكن لازم ندي لعيبه الاهلي بعض العذر لو في قله تركيز في بعض الهجمات، لو في اجهاد واضح عليهم. لا زي برضو ما حضرتك قلت احنا لعبنا عدد مباريات كبير جدا في وقت قليل، ومش وعدد مباريات مش هين. يعني الكواليتي بتاع المباريات اللي احنا لعبناها بتتكلم في التوب ليفل في كره القدم مع مدارس مختلفه، كل يومين مباراه. كمان انت مسافر من السعوديه للامارات، هي مره واحده تقريبا اللي اللعيبه دي ممكن تكون اتمرنت فيها، وكان اكيد تدريب خفيف. مستر مارسيل كولر عمل تغييرات بسيطة في التشكيل عشان خاطر الانسجام، ما يتأثرش، لأن هي في الآخر دي مباراة كاس، لو خسرت هتخرج. ممكن يعني واحنا بنتكلم كده نستعرض إحصائيات المباراة يا كابتن إسلام، هتلاقي إن النادي الأهلي تفوق في كل شيء. النادي الأهلي رغم قلة عدد الأيام، أنا الحقيقة مستغرب جدا من يعني مش عارف برضه أقولها إزاي، من ردة فعل كابتن أيمن، على الرغم من ان انا لما جيت اقرا التصريحات مش التصريحات ما بعد المباراه، 61% استحواذ للنادي الاهلي، 39 لا الاحصائيه هتنزل لنا دلوقتي. يا 61% لنادي الاهلي. بص يا كابتن اسلام، 61% و39، يعني زي ما حضرتك بتقول كده المباراة هو يعني انا قلت يمكن، انا ما بصيتش بصراحة على الاحصائيات، ولكن انا قلت يمكن الاحصائيات تكون في صالحه مثلا، ولا لان انا يعني مش عارف. لا يعني كابتن اسلام، يعني ايه هنقراها للجمهور. ايه الاستحواذ 61% 39 لسيراميكا، الركلات الركنية 4-1. نتكلم على المحاولات، بص عدد محاولات النادي الاهلي على المرمى 19 منهم 5 بين القائمين والعارضة، مقابل واحدة اللي هي اخطر واحدة لسيراميكا من 5 محاولات على المرمى. بص الاكس جي اللي احنا دايما بنتكلم عنه يا كابتن اسلام، اللي هو دايما هو ترجمه الاهداف المتوقعه، ترجمه الفرص والمحاولات بتاعتك شكلها كان عامل ازاي. النادي الاهلي من محاولاته وفرصه اللي صنعها كان من المفترض انه يسجل 4 اهداف. ماشي. سجلنا هدف. بالظبط. سيراميكا اقل من هدف، هي حتى فرصه اللي هي الكره اللي في العارضه، لان هي فرصه يعني من منطقه الجزاء بشكل معين، فحتى مش فرصه هدف 100%. هي 100% هدف. لا يعني هي في الاكس جي، في حسابات الاكس جي ما بيعتبروهاش هدف 100%. اوكي. بس يعني هنقول هدف للسيراميكا، 4 للنادي الاهلي، دي اجمال الفرص. نتكلم بعد كده حتى التمريرات الدقه هم 70% والنادي الاهلي قرب 79%، ولكن بنتكلم على عدد فرق كبير جدا. الكرات الطوليه اللي النادي الاهلي لعبها، ودي برضو كانت حاجه ايجابيه النهارده، ان انت لما بتقرب من 50% كنسبه كرات طوليه صحيحه ده بيبقى حاجه كويسه. النادي الاهلي الكره الثانيه او الاستخلاص الكره 103 مقابل 88 لسيراميكا. يمكن كابتن ايمن الرمادي بقاله فتره معسكر في الامارات، كان بيعد فريقه بشكل هادي جدا للمباراه، ما عندوش اي ضغوط. هو كان اعتقد ان فكرته او فلسفته انه كان عايز يستنزف النادي الاهلي بدنيا، هو ده اللي كان واضح. لان كان هو طلع قال كابتن عادل، كابتن ايمن طلع قال ان الاهلي مش مجهد، عادي ان هو يلعب كل 3 ايام مباراه. هو ممكن عشان هو ما جربش يعني ان هو يلعب في الليفل ده، رغم ان انا بالامان انا على المستوى الشخصي اشتب ايمن كابتن ايمن رمادي كتير في وقت اسوان، لان هو مدرب مميز وراجل اكاديمي وليه اسمه في الامارات. لكن اقصد في المباراه النهارده انت حضرت لعيبتك لسيناريو لم توفق فيه، انت كنت تعتمد على لعبه واحده او فكره ان انا ايه
النادي الاهلي هيبقى جاي من رحله السعوديه، ضغط مباريات كبير، اجهاد، انا هلعب الدفاع بتاعي والعب على التحولات الاربعه اللي قدام، زلكا ومحمد عادل ومحمد ابراهيم وقندوسي ومعاهم احمد ياسر، هم الناس دي اللي تاخد لما تاخد الكره تطلع تجري عشان استغل المساحات اللي خلف دفاع النادي الاهلي. ولكن اللي حصل ان النادي الاهلي ضغطه طول الشوط الاول بشكل قوي جدا، وحتى لما كان بيحاول يروح بالتحولات دي كان بيلاقي ياسر ومحمد عبد المنعم موجودين وبيحبطوا الامور دي، فهو ما قدرش ينفذ الفلسفه بتاعته في الشوط الاول. طيب. الشوط الثاني لما لعبت الاهلي شويه بدنيا قال له ابتدى ملامح لسيراميكا تظهر، ولكن في طيب. النهايه زي ما قلنا كده التوفيق لما انت بتشتغل كلنا بنشتغل، لكن هو التوفيق يعني زي ما نقول كده حالف النادي الاهلي في كره امام عاشور، لان طيب. النادي الاهلي قاتل لاخر كابتن ايمن رمادي. يا كابتن عادل، وهنا انا بسال يعني حد له قيمه وقامه في التدريب في مصر، كابتن عادل طيب. كابتن ايمن رمادي لما اتكلم عن ان الاهلي مش مجهد، ما عندوش مشكله، يعني ان الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يلعب كل ثلاث ايام مباراه علميا، وحضرتك خبير في هذا المجال، هل من الممكن ان الكلام ده علميا يكون صح؟ لا طبعا، كلام عاري تماما من الصحه. اولا التجارب بالنسبه له زيرو. الحاجه الثانيه، انت قست في قياسات بتقول ان انا اللعيب اذا كان مجهد عن طريق اجهزه، بتقول انا النهارده جريت كم كيلو في المباراه ديت، الجهاز التنفسي بتاعي، العضله مجهده ولا مش مجهده، كلها بالاجهزه. مستوى المباريات برضه يا كابتن، مستوى المباريات كنت في الاول يعني عندك بطل اسيا، بطل البرازيل، بطل السعوديه يعني اليابان، وبعدين انت بتيجي تخش في خمس مباريات في 13 يوم. انت بيحط مبررات، اولا هو بقاله 10 ايام معسكر في الامارات، من ضمن برضو الحاجات السلبيه اللي بيقولها، بيقولوا انا ما لعبتش ماتشات من 10 ايام. هو لعب ماتش ودي هناك، طب انا ذنبي انا يعني انت مش عارف انا يعني انت معسكر زي ما هو مش ذنبك ان احنا مجهدين برضه. هو تبع اسلوبه كابتن، تبع ان هو شحن اللعيبه شحنه قويه جدا، ابتدى يلجا، قال لك النادي الاهلي انا الجا للعنف علشان عندهم ماتش ورايحين منتخب. العنف الزياده ده مش موجود في الدوري المصري الا في بعض الفرق منهم سيراميكا من ساعه ما راح ايمن الرمادي. الحاجه الثانيه، الراجل ده يعني انا في علم التدريب، في حال علم تدريب تربوي، التربيه فين ان انا مش مسيطر على اللعيبه؟ انا النهارده الحكم يصفر الفرقه كلها تروح له، وفي من هناك اعتقد وطلع كارت احمر لواحد محمد ابراهيم، لا ده في واحد، في اتنين تلاته كانوا بيعملوا حاجات يخش في صدره وبعدين يشوح بايديه. الكلام ده شخصيه الحكم، لو انا حد اعتدى عليا ويقرب مني بالشكل ده ويشوح لي بالشكل ده، انت خلاص فقدت قيمتك في الدوري المصري. انت ازاي بتسمح ده؟ انت عارف مصطفى محمد في الدوري الفرنسي راح للحكم مجرد انه يعني بمجرد ان هو يعني لسه هيتكلم كارت احمر، لانك انت بتفقد الجانب التربوي اللي اصلا الرياضه اتعملت علشانه. فانا لما اكون مفيش السيطره دي طول المباراه، كل صفاره اوت، الاخ قندوسي مفيش كوره ما اعترضش عليه، اللاين مان، الحكم، قال لا ما انت كنت عندنا ما كنتش بتعمل الكلام ده، انت كنت في النادي الاهلي كنت بتعمل الكلام ده والعنف ده، ويراسل ريان ما خلاش حد في الفرقه الا ما ضربه. يعني ما دي برضو شخصيه المدرب بتنعكس على اداء اللعيبه. لو انا راجل مسيطر على لعيبتي، اللعيبه هتلعب هتبقى مركزه في الجانب الفني فقط. لو هو مركز في الجانب الرياضي والجانب الفني فقط، انما انت بتقول الاهلي معلش يا كابتن برضو عشان نبقى بندي للناس كلها حقها، هو ممكن يكون هنا بيتكلم على ان هو مثلا ممكن يكون شحن الفرقه، وده طبيعي محمس الفرقه. ما في شحن يا كابتن، ما في فرق بين ان انا صباح يروح يقول لهم اضربوهم مثلا؟ لا لا استحاله كده. لا لا بيبقى بيقول لك اقول لي حضرتك ما انا معرفش. انت النهارده انا بشحن اللعيبه، فاقول له الكره الراجل ده ما يعديش منك، الراجل صحيح. ده الراجل ده ما يعديش منك باي صحيح. طريقه باي في يا كابتن الكلام ده، في يقول لك امام عاشور اتضرب النهارده كام مره؟ امام عاشور ما في حد الا ما الا يعني ضربات. ما اعتقدش برضه يا كابتن ان حضرتك ادرى. انا ما اقولش كلام حضرتك صح، انا بقول كابتن انا في مدربين كده يا كابتن، انا اتعاملنا مع مدربين كتير وعارف يقول لك انا ابو تريكه، تعالى يا ابو تريكه، تعالى يا كابتن خطيب، اللي هو ايه معناه؟ انا اقولها بمعنى تاني، اللي هو يقول لك ايه، لو ابو تريكه دخل الحمام خش معاه،
لا مثلا وحاول تزيد مثلا في العالم كله يا كابتن يقول لك حاول تزيد دي ما اعرفش يا كابتن يعني ما والله في مدربين انت حضرتك ادرى مني انت اللي صح انا مش صح في مدربين صح في مدربين بيقول لك الراجل ده انا عايزك تقضى عليه تخلص عليه تخلص عليه ازاي بقى انت بقى خش في ركبته خش في ناس نوعيه قليله طبعا مش الغالبيه لكن في نوعيه دي موجوده النهارده العنف اللي كان موجود الناس كلها في الشارع يا كابتن بتتكلم حضرتك مستغرب العنف الزياده قوي طب انا الشحن ده ما هو انا في شحن ايجابي جيد شحن ايجابي يحمسك العب في الاطار الفني ده اللي انا بتكلم فيه هاجم من يمين هاجم من الشمال العب بعنف العب باسف برجوله المان تو مان من غير اذيه ما انا ممكن العب مان تو مان من غير ما اذي الراجل يعني انما انا ما اخش في رجليه يعني ياسر يعني الاثنين اللي كان المفروض يطرد فيهم ده دخل على رجل الراجل مش داخل على الكوره خالص يعني وبعدين برضو خرق خمس ست فاولات بنفس الشكل انت يعني ليه كده دول زمايلك وزمايلك مش الاهلي بس الاهلي واي حد تاني بتلعبه طبعا المفروض انك انت تحاسب على زميلك لان برضو لو زميلك الفريق الاخر المنافس لو اتعامل معاك بنفس المنطق مش هتبقى كره قدم لكن هو هنا المفروض بقى دور الحكم بحمايه لعيبه الاهلي مثلا هو القاضي ده اتحط عشان ده ينفذ القانون ويحمي اللعيبه من الاذيه انت اول ما تنزل شوف في عندك في خاتم الشنكار محطوط سلامه اللاعب صحيح من واجبات الحكم انه يحميه انما يحميه ازاي والراجل كره علي معلول ومع كريم اللي في بدايه المباراه انت شفت الراجل بيزحلق على علي معلول كانه اللي في كرة هاتها سمير لو سمحت الكرة اللي هي وكانت في اللعب يعني مسك علي معلول فخد علي معلول مسك اللاعب ويستحق انذار فخد انذار قبلها على طول الشوط الاولاني نفس اللعبه وما خدش فيها انذار حد تاني ولو علي معلول اتزحلق الراجل ده مفروض على الاقل كارت اصفر ورينا هنا يا سمير يلا لو سمحت وبعدين انا لو بص يا كابتن هي دي اللي انا بتكلم عليها يعني بص دي علي يستحق فيها انذار مفيش مشكله دي مفيش انذار ما هو ده اللي انا بقوله ودي احنا بنقول احنا بنقول ايه يا كابتن احنا بنقول زي ما حضرتك بتقول يعني انه الكره بتاعت علي دي علي هنا يستحق انذار طبعا اللي هي مع القندوسي اللي هي على الشمال دي اللي هي على الشمال هنا الناحيه الثانيه ما هو علي اهو ونفس اللعبه تقريبا ولاعب سيراميكا كليوباترا ماسكه من التيشيرت ما خدش انذار على فكرة اعتقد اللاعب ده في الشوط الثاني كمان خد انذار فممكن كانت الكرة دي كان ممكن تأثر عليه ساعتها وياخد احمر خلينا يا كابتن نبقى لان احنا الجمهور بتاعنا واعي وفاهم كويس كابتن محمد معروف واضح انه ماتشات الاهلي دايما بيبقى في حته ثانيه زي برضو الاخ تقصد ايجابيا ولا سلبيا؟ لا سلبيا سلبيا اوكي سلبيا احنا شفناه بينط في ماتشات الفرق المنافس بينط لما الفريق المنافس بيجيب جول والأظن ممكن سمير يجيبها يعني بينط فرحان ان التيم كوره جاب جول في المحل عمل ايه الموسم اللي قبل اللي فات محمد هاني صح ضرب الجزاء ولم يحتسب وطرد لم يحتسب وهو على طول ماتشاته كده معانا ما بيديش حق النادي الاهلي باستمرار العيب مش فيه فريرا بقى ولا بريرا الاخ بريرا هو لولا ان هو امن العقاب ما كانش ادى المباراه بالشكل ده انت بتادي مباراه على ارض دوله شقيقه المفروض الحكم المصري يبقى نزيه وفي منتهى الامانه وهو بيادي المباراه هل انت النهارده اديت المباراه بشكل فيه امانه وشكل فيه نزاهه لا لم تحمي لعيبه النادي الاهلي ومع ذلك ولا فانيلا حمراء راحت اعترضت عليك ولا واحد فانيلا حمراء على الرغم من الاذيه والعمليات الضرب المبرح اللي كانت موجوده ومع ذلك ما فيش فانيلا حمراء راحت اعترضت ولا الجهاز الفني اعترض وبعدين كل كوره حتى بعد الماتش حاولوا يعتدوا على الحكم انا لو انا المدير الفني يا كابتن وانت لعيب كبير وعارف لما انا ما كنتش مسيطر على لعيبتي يحصل المنظر اللي احنا شفناه النهارده ويطلع الراجل يشوط الفار ويشتم الحكم ويطلع له كارت احمر ليه ما هو يا اما اللفظ مش كويس يا اما وبعدين في 3-4 طبعا سمير لو يقدر يجيب لنا الفرقه كلها رايحه عليه انا ما اعرفش رايحين عليه هو ادى النادي الاهلي ايه بالجول اللي جه هل في ادنى شك الراجل السرد باك حطه في نفسه قعدنا ندور فيها ونعمل فيها ندور ونقلب الراجل واخدها من نص الملعب امام عاشور واخدها من نص الملعب يا كابتن يعني انا الحقيقه برضو مش فاهم
ماشي يعني انا ما فهمتش برضو يعني. وعلى فكره وقت الجون نفسه تعرف ان انا حاولت اكلم حد من يعني من اللعيبه بتوع سيراميكا كليوباترا او من الجهاز الفني عشان افهم هو ليه عملوا كده بجد والله، لان انا بحب افهم تصريح. يعني قد يكون عندهم يعني قد يكون الإسلام عندهم سبب. لا. حاجه حصلت احنا مش شايفينها كابتن. ده في فاول انا بقول مثلا بيرسي تاو على ال 18 لما راح بالعرض من الوينج رايت وقاعد رايح معدي والراجل راح واخده مقص. ده في ده راجل رايح هجمه مباشره يعني انت ما فيش انذار ما فيش فاول يعني هو في ايه. وبعدين النهارده منعم وبكى ضربني وبكى سبقني واشتكى ولا تفهمش يمكن ماشيه بهذا الشكل مثلا. لا هو صراحة الغريب التصريحات بس بعد المباراه حتى. ايوه ما هي اللي بتكلم على بعض التصريحات. لا الفكره زي ما كابتن عادل بيقول كده تقريبا 90% من الماتش ضد النادي الاهلي. يعني اقدر اجيب لك احنا اللي بسطنا ايه يا كابتن عادل؟ ان احنا كسبنا. لكن احنا نقدر نركز كويس جدا على الحالات التحكيميه. بعد الجون هنلاقي كميه حالات تحكيميه ضد النادي الاهلي كبيره جدا يا كابتن. بعد الجون اصلا بعد الجون يا كابتن اسلام في لقطه سريعه كده كان لعيبه سيراميكا عادي يعني اللي هو ايه احبطوا بعد الجون يعني بعد الهدف اللي دخل فيهم احبطوا بعد الجون. بعد كده فجاه احنا بعد الاحتفال شفنا الاعتراض. الناس ابتدت تقول لا اصل والله ده ممكن مودست اللي جاي من اخر الدنيا بيعترض ان هو جاي اوف سايد. يعني مودست يعني هو لو هو جاي اوف سايد انتوا هتعترضوا بعد الجون ب 30 40 ثانيه بتعترضوا وقتها؟ ده الجون في الدقيقه 96. طب مودست مش اوف سايد تمام. مفيش حاجه. انا بقول لك الراجل وصل اتقالت كده. انا بقول لك اللي اتقال هم قالوا بعد كده بعد الماتش. لا تصريحات كابتن محمد بسام قايل فيما معناه ان الازمه مش ان الحكم لغى جون او حسب ركله جزاء مثلا. الازمه ان احنا حاسين ان المعامله معانا مختلفه طوال الماتش وان في تحفز لينا. يعني ملهاش علاقه باللي بنحكي. فاحنا مش فاهمين بس الكلام ده مهم جدا. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل ارجع مره اخرى للضغط والضغط الكبير اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. هل ده بيؤثر على الفنيات بشكل او باخر؟ مفيش شك. لكن الرجل بيتعامل بمنتهى المهنيه في شغله كمدرب، والحقيقه ربنا اكرمنا بهذا الرجل لانه اختياره من البدايه اختيار موفق جدا. شفنا النهاردة من ضمن الحاجات بأن مدة 10 أيام بنسمع يقول لك هيغير فلان وهيغير فلان وهيعمل فلان وهيجيب ثمن لعيبة وهيغير ثمن لعيبة. النهاردة خط الظهر بالكامل زي ما هو. دي ده 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 معناها إيه؟ معناها إن الراجل ده مش عايز يلعب في التشكيل وعايز يلعب بالناس كلها في حالة من الانسجام ومن التوافق، وبيستغل الأداء البدني اللي هو ابتدى. انت بتشوف الكابتن اسلام بعض اللعيبه في المواسم اللي قبل كده الشورت والعضله الفخذ، بتبص تلاقي اللعيبه رجليها العضله الفخذ مكسمه. ده معناها ايه؟ معناها ان في شغل في الجيم وشغل بدني على اعلى مستوى، وبالتالي اصابات مش هتبقى في اصابات لان انت مركز جدا في الاربطه وفي العضلات صحيح الأمامية والخلفية. الجهاز العصبي بتاعك شغال على أعلى مستوى. فأنت النهاردة المان سيتي هيلعب إمتى؟ هيلعب بعد بكرة يا كابتن. يعني شوف الاتحاد الإنجليزي بيعمل إيه أو الرابطة بتعمل إيه، وإحنا بتلعب يوم الجمعة وبتلعب الاثنين وفي سفر يعني، وبعدين تلعب الخميس. يعني أنت هتمرن إمتى؟ ومع ذلك الكرات الثابتة الراجل ما بيدربش. شوف الكورنر بيتعمل فيه إيه، الكورة الثابتة بتعمل فيها ايه؟ ده معناه ايه؟ الراجل بيبتدي يشتغل حتى نظري. الكورنر تتلعب لامام عاشور بره، الراجل بيشوط. كورنر تاني تتلعب ويدور وتدور ملعوبه له على العرض القريبه. الفاولات الثابته، الجول اللي جابه علي معلول في ماتش الماتش الاخراني بتاع الاثنين واقفين في الزاويه المظبوطه وبيكلموا بعض، وبعدين الاربعه يروحوا علشان يعمل عمليه تمويه. عملية التبديل والتركيز وثبات التشكيل ثلاث حاجات ضد بعض، ومع ذلك الراجل بيعملها
بميزان النهارده بيلعب عمرو السوليه مكان مروان. مروان لعب ثلاث ماتشات كاملين تقريبا. صحيح. ديانج ما بيلعبش ليه؟ وده برضه من ضمن الحاجات اللي لازم انا اتكلم معاك عليها. ديانج بقاله من ساعه ماتش الزمالك خمسة يعني وجهة نظر حضرتك صح؟ وجهة نظر يعني. اوكي. من ساعة ماتش 5-3 بتاع الزمالك جايب جولين وكان عدى مباراة رائعة جدا. من زمان ده من سنتين. سنتين. بقاله سنتين الراجل الوكيل بتاعه على طول زن على دماغه انه يمشي انه يمشي انه يمشي، على الرغم ان هو احيانا الولد بيطلع يقول لك انا النادي الاهلي ومش هطلع الا من النادي الاهلي وحابب النادي الاهلي، انما الراجل بقاله فترة كبيرة جدا كولر بيقول له ايه؟ يا ديانج لابد من عملية الضغط على اللاعب، ما بيضغطش لا في التمرين ولا في الماتشات. الكرات سهلة جدا بتتلعب على ال 18 بتتباصل للفريق المنافس على ال 18. الأخطاء دي لا يمكن كانت تصدر من ديانج أول ما جه، بقاله سنة أظن أربع سنين، سنتين الأولانيين حاجة ما شاء الله، حاجة موتور يعني 8 سلندر بيجري. بقاله سنة ونص للأسف ما بيأديش الأداء اللي احنا طب ايه اللي يعني، انت راجل سنك صغير لعيب عالي جدا بتبقى صانع لعب، مجهود بدني رائع جدا، التحامات كل حاجة، الميزات تسديد برجلك الاثنين، كل الميزات موجودة عندك. الهبوط ده موجود ليه؟ لأن الراجل ده بيتعامل مع اللعيبة بالعدل المطلق، عدل يعني استغفر الله العظيم، عدل المطلق ده بتاع ربنا، لكن بيتعامل مع اللعيبة بمنتهى العدل. فلما يقول له اضغط هو مقعده بره ليه؟ مقعده بره لانه ما بيسمعش الكلام، ما بيأديش الواجب بتاعه، وبالتالي هو بيعاقبه العقاب المهذب، لا بيخصم منه ولا بيعمل منه حاجه. بس انا بقعدك وبقول لك بقى ادي كوكا طلع هياخد مكانك، مروان في فلان هنجيبه تاني، عوده السوليه، السوليه عوده السوليه، امام عاشور وهلما جرف ممكن في يناير برضو يجي هاف ديفندر. فانت مش هتلوي ايد دراع النادي الاهلي عشان تمشي، علشان لا، النادي الاهلي اللي عملك، انت كنت لعيب عادي جدا في مالي، ومع ذلك النادي الاهلي اللي عمل لك البروباجندا القويه ديت واللي خلاك في حته تانية، القيمه التسويقيه بتاعتك 3 وشوية مليون يورو، ومع ذلك الكلام ده كان فين قبل انت ما تيجي النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي وصلك للمرحله ديت لابد يا ديانج، احنا كلنا الشعب المصري كله والنادي الاهلي الجمهور كله بيحبك وعارفين ان انت لعيب ممتاز، لابد انك انت ترجع لمستواك تاني. كولر الحقيقه كل يوم بيدينا دروس في التدريب، معناها ان انا شفت استوديوهات تحليليه كتيره جدا، قال لك هلاعب فلان وفلان وهيغير 4 وهيغير 5، الراجل فكره تغيير بالمناسب. النهارده حسين الشحات بقاله ماتشين ما بيأديش، النهارده بيلعب كريم النهارده بيأدي الدور الدفاع والهجومي، صحيح الجانب الفني لسه شويه لكن تسبب في الجول اللي احنا جبناه النهارده. فطبعا كل الامور ديت الراجل بيشتغل عليها، الى جانب الامور النفسيه طبعا بيشتغل عليها على اعلى مستوى. والحقيقه احنا بنفخر بلاعبتنا ان في كل الجهد ده ومع ذلك بيأدوا بالاداء الرجولي ده، ولا في اعتراض ولا، وكانوا الافضل في هذه المباراه. اي واحد منصف يقول ان الاولاد دول طيب الشوط الثاني مش هيكونوا موجودين، طيب ومع ذلك بيأدوا الاخر للدقيقه 96. ايمن، امام عاشور ورجل المباراه، احصائياته وارقامه. طيب لا، امام عاشور عم نتكلم زي كده مع النادي الاهلي لما قدمه قال الشبح. هو فعلا النهارده كده طلع لنا في لقطه الجون زي الشبح، رغم ان الفتره برضو اللي فاتت ضغط مباريات كبير. امام عاشور للمباراه الثانيه على التوالي في التوقيت الكام، في الدقيقه 96 بنتكلم اخر دقيقه في المباراه. النهارده بص يا كابتن اسلام، احصائياته للمره الثانيه بنتكلم ان هو واحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي. صناعه الفرص، صنع 3 فرص النهارده في المباراه كاكثر لاعبي الاهلي صناعه للفرص. المحاولات على المرمى 3 من 6، 3 محاولات صحيحه من 6، اكثر لعيب في الفريق عمل محاولات. تمريراته كدقه 30 تمريره صحيحه من 46، الكرات الطويله اللي لعبها واحده صحيحه، مراوغاته الناجحه، الترقيص بتاعه بنتكلم 3 من 4 محاولات الاكثر في الفريق، الفوز بالكره او قطع الكره عمل 16 مره قطع الكره
وده برضو الاكثر معدل اكثر في الفريق. الكره الثانيه البول ريكفر 10 الاكثر في الفريق. الاعتراض الناجح اللي هو بتاخد الكوره مع الاستحواذ 5 وخسر الكرة 4 مرات. دي احصائياته في المباراه. بنتكلم زي ما بقول لحضرتك كده لعيب صفقه مميزه جدا النادي الاهلي صنعها. بص ممكن ندعم بقى الارقام يا كابتن اسلام بالحالات. بص هنا دي كوره في بدايه الشوط الاول بتترجم فلسفه النادي الاهلي. أنا فكره الضغط الاوفر اكتر الاوفر جميل. كريم طبعا ما كانش موفق. بص هنا دي الكوره اللي كابتن عادل قال عليها اللي هي الكره الثابته. دي جون كانت تبقى رائعه. يعني دي تاني مره على فكره تتعمل بنفس الفكره اتعملت في المباراه اللي فاتت. يعني ممكن بس نرجع كره كمان يا سمير. الكره اللي قبليها كمان. بص هنا يا كابتن اسلام النادي الاهلي طول المباراه بيلعب او تحديدا الشوط الاول فكره الضغط وان انت دايما تاخد الكره. بص هنا امام كان فين، راح خد الكره فين وعمل عرضيه. ثلاث مهام في لحظه. دي اللقطه دي اتكررت اكتر من مره في المباراه. الضغط والقطع والاوفر. انا خد الكره وبص قطع وعمل اوفر. اوفر مظبوط بالظبط كده. فالنهارده بيرسي تاو كان ليه كره في الشوط الاول قطعها. ياسر ابراهيم في الدفاع عمل الكره. هنا بنتكلم على دي تركايه كده في الكور الثابته. مارسيل كولر في الايام القليله اللي زي كابتن عادل كده بيقول بيحاول ان هو يحفظهم اي حاجه عملها. بص هنا دي برده كابتن اسلام هنا بص مودست حاول هنا على الخط موجود عشان خاطر يعمل فرصه هدف او محاوله على المرمى. ده بالاضافه لكره الجون اللي هي اصلا بنتكلم في مهاره السرعه. بص يا كابتن اسلام واخد الكره من على الجنب اهو مفيش اي مشاكل. حتى كابتن ناصر عباس اعتقد هو بيحلل كمان الجون قال مفيش كمان فاول قبل الكره. شفت هنا الترقيصه. انما سمير رجع عنا تاني يا سمير. رجع عنا تاني الله يخليك. انطلاقه. لا شوف فيها كام بقى؟ 94. شوف يا كابتن ده هنا يعدي هنا. شوف الراجل اللي شوف يا كابتن شوف الراجل ده اللي جاي ده هيعمل ايه؟ كتف في كتف. بص ده داخل عليه هيخش عايز يقطمه مفيش. صح ده برشاقه وبحرفنه خد الكره. هنا بقى توفيق ربنا. توفيق ربنا لواحد للعيب اجتهد. توفيق ربنا مرتين اجتهاد. بالظبط لانه اجتهاد. فالنهارده امام عاشور بيقدم اداء فردي يفيد الفريق بشكل يعني اداؤه الفردي بيؤثر على الفريق والشكل الجماعي بشكل ايجابي. صحيح. مع زملائه. فالنهارده بنشوف النهارده ان هو واحد من اهم اللعيبه اللي النادي الاهلي تعاقد معه الفتره الاخيره لتدعيم هذا المركز. دخل في الفريق زي ما اتكلمنا بسرعه. رمى الانتقادات كلها ورا ظهره. الضغط اللي عليه كل مره ده قالوا عليه ندمان. قالوا عليه زعلان. بقول لك برافو عليك يا سمير. جابها من ورا. حلوه. تعالى نرجعها لي كده. رجعنا تاني يا سمير لو سمحت. لا قبل كده الخبطه من ورا. لا اللي قبل الخبطه اللي هي بيقول لك كمان جون. يعني هو جون يجنن. لا طبعا والله ما بهزر يا كابتن. معلش معلش اعذروني. هو جون يخلي اي حد يتنرفز لا بص بعد الكوره يا كابتن. انا متاكد. بص يا كابتن بعد الكوره واقفين تمام. مفيش اي مشاكل. هذا تاني يا سمير والله. هذا تاني معلش. مفيش اي حاجه. مفيش اي اعتراضات. حتى بقول لحضرتك كابتن ناصر عباس لا هات من الاول بقى. وهو بيحلل هنا في القناه قال لهم مفيش. حتى كانوا بيعترضوا يقول لك اصل في فاول مثلا قبليه. مفيش حاجه. جون مفيش حاجه. ندور والله. هم ما فيش حاجه. ما عايزين نعرف فعلا احنا محتاجين حاجه. الجون توقيته يا فين يا جرجوت. لا لا انا بتكلم. انا قصدي هم بيحاول. احنا بنحاول انه ايه. احنا بنحاول نلاقي لهم مبرر. ما فيش مبرر. لا انا اجيب لهم مبرر ليه. لا مش قصدي يعني الناس بتحاول تجيب لهم مبرر لكن ما فيش. ما حدش فاهم. انا بعد ما شفت الجون تاني يعني يعني انا الاول ساعتها تنشنت ومبسوط وبتاع وبتتنطط. دلوقتي لما شفت الجون مره ثانيه انا لو مدرب ضد النادي الاهلي انت متخيل يعني ممكن اقول اي حاجه. متخيل مكافاه فوز على النادي الاهلي والوصول للنهائي ممكن تبقى قد ايه. ممكن اقول اي حاجه لانه خلي بالك يا كابتن عادل اقول لك حاجه. لو وصلنا ركرات الترجيح ما عادش 50. هي بقى هنا 50 50 50 مالهاش حل. مفيش حل. دي بقى بايد ربنا وبعد كده اللي بيشوط صح. فانا لو مدرب وشفت الجون كده تاني لا يعني ممكن اطلع اقول اي حاجه. لكن دلوقتي لما اهدى خلاص مهدى احس ان انا قلت حاجات غلط. ما اعرفش انا بدليلك اصل كابتن ايمن انا عارف كابتن ايمن ربنا كويس. هو شخصيه محترم. شخصيه محترمه. مدرب حتى في كلامه وفي طريقته وفي اسلوبه قبل التدريب. يعني انا اعرفه من فتره طويله. فانا مستغرب حتى يعني برضو محمد ابراهيم من الناس الولاد المحترمه وكل حاجه ولكن ماشي اتنرفز بعد الماتش وكذا وكذا ماشي. لكن انت كمدير فني زي ما الكابتن عادل قال
ما هي التصريحات يعني هي بس التصريحات تترجم. ممكن دلوقتي بص يا كابتن اسلام هو قاعد بيتفرج دلوقتي بعد ما شاف الجون ده ساعتها بس انا هقول لك حاجه يا كابتن اسلام بعد كده اعتقد الدنيا تصريحاتهم بعد المباراه بينت الاثنين اتفقوا فيما معناه الاثنين كابتن ايمن وبسام كابتن الفريق اعتقد بعد محمد ابراهيم او يعني هو كان حارس يعني اتفقوا في حاجه اصل الحكم كان بيعاملنا وحش والمعامله ما كانتش فدي حاجه بقى نوايا فانتوا دي اصل الكابتن عادل بيبص لي بالظبط فاحنا مش هنخش ليه فانا مش هخش في نوايا الكابتن مثلا انا مش طبعا يعني مش قصدي لكن انا قصدي اقول ايه اصل هو بص ما ضحك لي ضحكه صفراء يعني ايه ضحك لي ضحكه صفراء مفيش اي مبرر احنا جبنا بالفني يعني. وحالات التحكيم وكل حاجه مفيش اي مبرر للمشهد اللي حصل بعد المباراه عشان اختم حته امام عاشور دي يا كابتن اسلام بقول لحضرتك قالوا عليه ندمان اصله زعلان بصوا وشه بصوا الصور بص كل حاجه امام عاشور في الملعب امام عاشور كفرد من افراد النادي الاهلي لعيب مؤثر جدا لعيب مميز جدا ربنا يحميه يستمر في هذا الاداء هو وباقي زملائه لان الامانه زي ما كابتن عادل كده قال لعيبه النادي الاهلي فعلا لازم الناس تحييها على التضحيات اللي الفتره الاخيره اللعيبه فعلا مجهده وتعبانه وسفر وتركيز هو ده شغلهم طبعا شغلهم بس قصدي في بعض الاحيان محتاج ان انت تديهم بعض العذر وتديهم حقهم في ان هم معلش لو الكوره ضاعت لو طالما خلاص الحمد لله احنا كسبنا فالامور بتاعتي فانا يعني معلش طولت في حته امام لكن يستحق ليه نديله حق عشان للامانه الكم الضغوط والامور اللي هو بيتعرض لها من منذ انتقاله للنادي الاهلي اي حد تاني مكانه ممكن يتاثر لكن هو ما تاثرش فنتمنى الاستمراريه في هذا الاداء وربنا يوفقه اللي هو موجود في قائمه المنتخب الاوليه ان شاء الله كمان يواصل انفجاره مع الاهلي ويحقق بطوله يبقى وش السعد كده زي ما اللعيبه قالت وش السعد ويحصل على بطوله السوبر وان شاء الله نلاقيه كمان في امم افريقيا لاعب من اللعيبه المؤثره مع المنتخب زي ما انت بتقول جه اربع شهور خد برونزيه وان شاء الله ان شاء الله يعني بعد يوم الخميس ان شاء الله صبح لحد نقولها ان شاء الله طيب هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه مهما كانت انا بالنسبه لي يعني هاخدها بهذا الشكل مهما كانت النتائج الفتره القادمه ولا اي حاجه لكن انا بالنسبه لي هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه وكل التقدير هذا المدير الفني مستر مارسيل كولر واحد من المديرين الفنيين يعني معلش محدش ما انا بحب جوزيه جدا جدا لكن هذا الرجل ممكن اقول اقترب شويه من جوزيه ولكن اقترب جوزيه يعني محدش يقول لي زي لكن اقترب فانا قصدي اقول انه هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه وكل التقدير بجد بيتعبوا جدا 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 والمدير الفني انا عارف اصلي هبقى اقول لحضراتكم على تفاصيل ابتداء ان شاء الله من يوم الاحد القادم تخص لان هيبقى عندنا شهرين بقى قاعدين مع بعض نتكلم في كل التفاصيل ان شاء الله هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عادل عمرو السليه ومباراه كامله بعد غياب طويل ضمن الحاجات الجميله اولا اداله ربع ساعه الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه برضو اخذ فتره وبعدين هو بيجهزه لان عمرو الى جانب ان هو لاعب مميز هو كابتن فرقه صحيح من الكباتن اللي هو في نص الملعب يقدر ان هو يسيطر على رتم المباراه بيقدر يوجه زمايله لما بيكون في حاجه ممكن تحصل مشكله ولا حاجه على طول بيروح وبيأدي الواجب مش ككابتن وبس يعني هو مش كابتن النهارده هاني الكابتن لكن هو بيقوم بالدور ده كراجل من القدماء او من اللعيبه القديمه الكبار اللي موجودين في الفرقه فمن مكاسب النهارده عمرو السليه واعتقد هيبقى عمليه التبادل الماتش اللي جاي في مروان ممكن جدا ياخد الماتش اللي جاي ويبقى برضه عمرو السليه ممكن ياخد مكان كوكا يعني الشغلانه دي كده الراجل بيأديها بالعلم وبيأديها بالوجهة النظر اللي هي لا تخل بأداء الفريق من حيث الانسجام من حيث الأداء من حيث الخطورة عمرو السليه النهارده أنا بديله 6/10 عمرو السليه ممكن مع تتابع المباريات هيوصل لـ8 و8.5 اوكي الفتره اللي جايه المفروض ان هو ياخد على فترات لحد لما طبعا الماتش اللي جاي صعب جدا ان هو يديله الماتش اللي جاي لكن اعتقد هو رايح مروان النهارده على الرغم من الماتش النهارده كان خروج مغلوب صحيح ومع ذلك ثقته كبيره في المجموعه اللي موجوده الثقه دي يا كابتن المدير الفني بيديها للاعيب واللاعيب ما بيغزلوش طبعا في بعض اللعيبه لابد يقفوا وقفه مع نفسهم النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش النهارده
بسام طبعا قلت يوم كبير، وبعدين طوله يعني الكرات العاليه دايما جوه 18. في الربع ساعه الاخرانيه بقينا نعلق الكوره يطلع ياخدها بمنتهى السهوله. الراجل لا يمكن يطلب الكلام ده. الراجل عايزك تلعب زي تبص تلاقي الكاميرا لما بتيجي عليه يقول له ابتدي العب. لما انت وصلت للمرحله زي امام عاشور كده، الثلث الاخراني ده كوره زي دي لو كريم عمل حسابه كان خلى الراجل في ظهره يا اما جول يا اما بنالتي، انما خلى الراجل سابقه بخطوه. الكرات دي بتبقى في منتهى الخطوره، بنشوفها دايما في الماتشات في اوروبا والحاله دي، بتبقى الثلث الاخراني ده كل المدافعين رايحين بوشهم للجول، حتى ممكن بتخبط في رجل المدافع وبتبقى في الهدف. فعمرو السوليه اعتقد انه هيبقى اضافه قويه جدا، ودخله بمهنيه ما استعجلش عليه من البدايه في كاس العالم. لماتش الاتحاد ابتدى يديله ربع ساعه في ثلث ساعه لحد ما اداله النهارده ماتش كامل. برضه من ضمن الحاجات كوكا ابتدى يديله على فترات، النهارده بيديله ماتش كامل والراجل ما بيغزلوش. حسين الشحات النهارده كرات كتيره بيروح حاططها عاليه، حتى الكرات الثابته برضه بتتلعب عاليه. وبعدين الكور العاليه وانت ظهير يمين بنعود ولادنا دايما في الكرات اللي هي اللي بتبقى على الاطراف بتحط ثلاث ارباع قوه في الصباع الكبير بتاع رجليك في الجنب من الكوره، بحيث ان الكوره وهي جايه بتدور على شكل حرف واو او على شكل زي ما بنقول بالبلدي كده بنقول موزه. صح، لازم يا كابتن تبقى جامده، ما تبقاش بالونه. البالونه دي حارس المرمى بيطلع مرتاح جدا ويطلع ياخدها. تمرين اسمها بنمرنه. فالنهارده اكتر من كوره سواء من هاني او من حسين الشحات بتتلعب الاوفر العالي ده اللي هو يعني حتى المدافع بياخد وقته علشان يطلع ياخدها. دي الحاجه الوحيده اللي كانت مضايقاني، الى جانب طبعا الاداء المميز للشناوي، شال جول في البدايه كان انفراد. كويس ان منعم ما عملش فاول، كانت هتبقى ضربه جزاء يعني حاول ان هو يتجنبها لحد لما ربنا اراد. علي معلول بحييه جدا 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 على ادائه الرائع في كاس العالم وعلى ادائه النهارده وهو خارج، طبعا اضافه قويه جدا، وارجو ان النادي الاهلي يبقى فيه بديل مع كريم، لان عدله خالد مش عدلته. انما طبعا كريم مع اضافه ثانيه باك ليفت يبقى من في يناير هتبقى برضو من الاضافات اللي هتبقى قويه جدا، علشان الجبهه دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ياسر ابراهيم ومنعم ورامي ربيعه طبعا يمكن ودورهم يعني في على الاقل قفل الهجمه المرتده بشكل واضح. زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان كان واضح يعني اللي احنا شفناه في الملعب ان فلسفه كابتن ايمن الرمادي انا هلعب هقف دفاع 100%، هلعب احاول على قد ما اقدر العب على المرتدات السريعه ان انا اطلع باكتر عدد من اللعيبه في التحولات عشان النادي الاهلي هيبقى بيضغط، النادي الاهلي هيجي فتره لعيبته تتعب من كتر الضغط، فانا استغل الفكره دي. ولكن للامانه ياسر ابراهيم من زي ما اتكلمنا كده مع حضرتك في الاهلي في المونديال بيقدم نسخه متطوره منه. صح. يعني كل فتره نسخه متطوره من ياسر ابراهيم بالظبط، كل فتره وبيضيف لنفسه حاجه جديده. في فتره كان ناس تتكلم او يقول اصل ياسر لسه حته التمرير عند ياسر الخروج بالكره من الخلف الامام تطورت كتير، حتى التاكلينج بتاعه بقى مميز بيحصل على صحيح الكره بالاستحواذ، فلا لعيب مميز جدا وهو بيغطي على ملعب النهارده بيغطي على ملعب واحده شالها صح بالظبط. فهم النهارده ياسر الامانه ومنعم الثنائيه دي النهارده عملت شغل عالي جدا واحبطت اي محاوله فعلا لفكره ان سيراميكا تحاول تلعبنا على التحولات سواء بالسرعه بتاعتهم او بالتدخلات بتاعتهم في التوقيتات المناسبه. كره واحده بس اللي كانت يعني اللي سقطت سهوا اللي هي كره العارضه، ده وارد في الكره. فممكن لو هنستعرض الاول ارقام ياسر ابراهيم يعني بنتكلم فكره الفوز بالكوره 12 مره، ده رقم طبعا كبير في مباراه زي سيراميكا. الريكفر البول ريكفر او الكره الثانيه بتاعته 5 منهم، خد الكره مع الاستحواذ مرتين، خسر الكره مره واحده بس، فدي برده تبقى حاجه ايجابيه. محمد عبد المنعم كمان بنتكلم على نقطه اضافيه بيعملها اللي هي الكرات الطويله اللي من الخلف للامام، دي هو مميز فيها جدا. لو ممكن نستعرض
ارقام محمد عبد المنعم عفوا، يعني بنتكلم بص دقه التمريرات بتاعته كابتن كمدافع 44 تمريره صحيحه من 48، يعني كابتن عادل برضو لدي النسبه دي كمدافع حاجه كويسه، يعني حاجه بالظبط بتساعدك ان انت تبني اللعب. بالنسبه للكرات الطوليه بتاعته اللي بيلعبها من خلف الامام 5 بشكل صحيح من 7، ودي نسبه جيده جدا كمدافع، وبيعمل مراوغه ترقيصه، عمل محاوله ترقيص واحده نجاحها، فدي برضو بتبقى حاجه كويسه. الفوز بالكوره 13، الكره الثانيه عنده 5، الاعتراض الناجح، وزي ما بنشرحه للناس هي اسمها اعتراض ناجح عشان هي مصطلح انجليزي اكثر، فدي ترجمته، لكن هو معناها ان انت بتاخد الكره مع الاستحواذ، بتقطع الكره من المنافس بتاعك بالاستحواذ 5 مرات. الاعتراض اللي بعديه الواضح ده اللي هو انت بتقطع الكره بس من غير ما تحصل على الاستحواذ 4 مرات، فدي ارقام جيده جدا لمدافعي النادي الاهلي. طبعا رامي ربيعه في الفتره اللي نزل فيها برده بالتاكيد بيعمل اضافه، ورامي للامانه في السنين الاخيره كل مره الناس تقول لك رامي قرب يمشي، لا رامي تلاقي رامي موجود، ودايما كل ما بتحتاجه بتلاقيه واحد من كباتن الفريق، ومشاركات كبيره في كاس العالم للانديه، وعنده بطولات دوري ابطال افريقيا كتيره ان شاء الله كمان السنه دي تستكمل. فللامانه المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي الفتره الاخيره تطورت كثيرا، نتمنى الاستمراريه. خلاص هو عندنا مباراه واحده يوم الخميس، بعد كده هنريح حبه حلوين، فان شاء الله المباراه دي تخرج بخير يعني وسلام. طيب كابتن عادل سريعا جدا بقى، رايك في المباراه اللي جايه، وكيف يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله؟ طبعا بالنسبه لياسر جلبرتو شفنا ياسر تطور اداؤه، ده كولر، وبرده جوزيه لما كان وائل جمعه جاي من المحله، هو كان عندي في المحله 3 سنين، كان فيه العنف والرجوله والاخر، جوزيه ابتدى واحده واحده ابتدى يبدا من تحت ويسلم صح ويطلع في الكور العاليه والحاجات ديت. اعتقد الماتش اللي جاي هيبقى اليد العليا باذن الله تعالى للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفوقان بتاع كاس العالم والاداء المشرف اللعيبه ادته مش هيفرطوا الماتش اللي جاي. قرايه المباراه انا شايف النهارده تيم فيوتشر في اكتر من لاعب يبدو والله اعلم ان في جهد بدني زياده عليهم، لدرجه ان في اكتر من 4 5 لعيبه خرجوا اصابات. في الشوط الاول بس تقريبا 2 يا كابتن عادل، الشوط الاولاني 2 وبعدين برضو الشوط الثاني، يعني فاروق طلع من اول من 5 دقائق مسك رجله، مسك رجله في راجل افريقي، وفي وبعدين برضو قبلهم عمر كمال، وعمر كمال جاله شد في ممكن ما يلحقش افريقيا، مش هيلحق، مش هيلحق عنده مزق. فطبعا ان شاء الله يكون الشناوي في حالته، وان شاء الله بعد الاشاعه ان شاء الله يبقى موجود في المباراه، وبرضو مصطفى ان شاء الله ربنا في البركه ان شاء الله. لكن اعتقد لعبنا النهارده اللي احنا اديناه هنادي بنفس الشكل، واعتقد الثبات في التشكيل هيبقى برضو خط الظهر في وسط الملعب، احتمال هيبقى في تغييره واحده، احتمال يدفع بمروان على حساب السوليه، ويبقى السوليه بديل في وقت من الاوقات مكان اي حد. طبعا في المهاجمين اعتقد ان كريم برضو هيديله تاني، لان كريم بيأدي دور دفاعي الراجل محتاجه، حسين الشحات ما بيأديهوش، بقاله دلوقتي ماتشين هيعمل كده مع كريم، اعذرني صراحتي، لا يا اعذرك، حسين الشحات ما بيأديش الواجب الدفاعي بتاعه. أوكي. يعني جاب جول في ماتش الاتحاد، الماتشين اللي بعديهم بيلعب لوحده، مش قادر، مش عايز يلعب مع زمايله، يعني لعب سلبي. النهارده الراجل خالد لوحده، في 2 رايحين عليه وهو واقف في وسط الملعب، انت نازل ربع ساعه او ثلث ساعه، بصراحه غطى واحده كويسه بصراحه في الاخر خالص، غطى واحده لو ما حطهاش دي كانت طول الماتش يا كابتن. هو حسين، لا لو كان الماتش ده هو نزل نص ساعه، حسين يا كابتن السنه اللي فاتت من احسن اللعيبه في موجوده في النادي الاهلي، هو انا بتكلم على الماتش ده تحديدا يا كابتن. في كوره انا افتكرت دلوقتي ان الكوره دي كانت هتخش، لو ده قدر الله كانت هتبقى مشكله كبيره، قطعين 3 على 1 ولحقها قبلها. احنا عايزين انت حسين الشحات في النادي الاهلي، دور الماتش بقى كده، انت الراجل بيدفعك في اخر ربع ساعه، ودي بطوله، وبطوله عيب قوي انك تبقى واخد كاس عالم وبعدين تطلع من سيراميكا او ما تاخدش السوبر، لا الجمهورك مش هيقبل الكلام ده، اللي جاي يبقى افضل دايما، جاي افضل باذن الله تعالى. ايمن سريعا جدا، هي طبعا مباراه اكيد الاستشفاء مهم جدا للاعبتنا ان هم يبقوا في حالتهم، فيوتشر مش في افضل حالاته، ولكن في نهايه مباراه كؤوس فيوتشر قدر ان هو
محدش كان متوقع النهارده ان بالظبط الناس كلها بتتكلم على النهائي اهلي وبيراميدز. حتى سالوا كولر في المؤتمر، كولر قال لهم مين اللي توقع ان بيراميدز في، مين قال ان انا عارف ان بيراميدز في النهائي؟ قالوا لا، الناس كانت قال لهم لا انتوا بتتوقعوا براحتكم، في النهائي بالنسبه لي فيوتشر زي بيراميدز، طالما انا وصلت النهائي هتعامل مع المباراتين. وليه لا، ده ممكن وجود فيوتشر في النهائي يصعب الامور عليا اكتر ما يسهلها. ففيوتشر قدر يستدرج بيراميدز لركلات الترجيح، وشفناها ركلات الترجيح مثيره جدا. عندهم بعض النواقص، عندهم مشاكل بدنيه، ولكن في النهايه هيلعبوا، لان هي مباراه فرصه بالنسبه لهم ان هم ياخدوا البطوله الثانيه في تاريخهم. وما بالك ان بتاخد بطوله على حساب النادي الاهلي ممكن النهارده برضو الماراثون بتاع ركلات الترجيح ده كان 14 13 بنتكلم 38 حوالي 38 ركله ترجيح، او يعني لا كبير. وعلى فكره ده ممكن تخش من ريكوردز يعني العالميه في الماتشات اللي هي وصلت 38 ايه 28 28 لا يعني بنتكلم في رقم كبير. ده كانوا بيعيدوا يعني، بنتكلم احنا بنعيد وقربنا نوصل لجنش تاني ومحمد ان هم يشوط. فلا يا بطولة حديثك في ثلاثة انفرادين دعين. انفرادين ما لهمش حل لفيوتشر. لفيوتشر ده وادي اللي في الاخر صح. عاطف شفت واحد، عاطف واحدة هو جول لوحده والله، حطها جول طلعها. وفي واحد عبد الكبير انفراد كامل عبد الوادي، خد الكورة من الوينج ليفت ووصل لحد السكس ياردة، اوكي بدل ما يلعبها في الزاوية راح لعبها في الشبكة من بره. انفرادين ما لهمش حل، مباراة صعبة. نتمنى ان شاء الله تكون تتويج لعام 2023 للنادي الاهلي، عشان برضو نكسر حته بس ان الموسم يعني احنا في 2023 واخدين كل البطولات، خسرنا السوبر الافريقي، خسرنا الدوري الافريقي. فنتمنى بس ان السوبر ده يكون زي اللي هو ايه الكريزه كده بتاعت اخر بطولات السنه نقفل بيها في السنه يعني. عشان حتى نيجي حلقه كده مع حضرتك، بما اننا هنقعد شهرين بقى نحط البطولات كده نرصصها جنبنا ونقعد بقى نعيش، حطهم هنا كده حطهم ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. يعني اللي فات واللي جاي ان شاء الله دائما يظل النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الخميس القادم ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، مبروك مقدما يوم الخميس ان شاء الله. مبروك يا رب، ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى مباركه لينا جميعا. شكرا جزيلا يعني. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا، الف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي الوصول لنهائي هذه البطوله. ولكن حتى هذه اللحظه لم يفعل النادي الاهلي شيء. بطولة إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يا رب يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بها يوم الخميس القادم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيتكي.